سوبر هنا الجلاند بتتكون من كورتكس ومظلة. الكورتكس عبارة عن 3 طبقات. أول طبقة بتكون الخلايا شكلها عاملة زي الجلوميرولاي، اسمها زونا جلوميرولوزا. تاني طبقة بتكون الخلايا نازلة كده بصورة فاسيكلز، دي اسمها زونا فاسيكولاتا. تالت طبقة بتكون عبارة الخلايا عبارة عن شبكة فاسمها زونا ريتيكولاري، زونا جلوميرولوزا وزونا فاسيكولاتا وزونا ريتيكولاريس. وطبعا هنا في المظلة، يبقى الكورتكس 3 طبقات، بعد كده عندنا المظلة. كل واحدة من الأربعة دول بتطلع حاجة. زونا جلوميرولوزا بتطلع الألدوستيرون هرمون، ألدوستيرون. زونا فاسيكولاتا بتطلع كورتيكوستيرويدز، بتطلع كورتيزول. الزونا ريتيكولاريس بتطلع سيكس هرمونز مينلي اندروجين، والمظله طبعا بتطلع الكاتيكولامين. كل المنطقه دي او كل الجلاند دي اندر كنترول اوف اي سي تي اتش، اللي بيتحكم فينا هرمون طالع من الانتيريور بيتيوتري اسمه اي سي تي اتش، واللي بيتحكم في الاي سي تي اتش ده هرمون طالع من الهايبوثالاموس اسمه ACTH Releasing Hormone. بيطلع يروح يعمل استيميت البيتيوتري، بتطلع ACTH. هذا ال ACTH هو المسؤول عن الماتيوريشن بتاع الكورتكس ما عدا الزونا جلوميرولوزا، ليس له علاقه بالزونا جلوميرولوزا. يعني هذا الالدوستيرون ملوش علاقه بال ACTH اصلا. يعني مش معنى ان واحد هقول برضه مش شغال ولا ايه؟ مش شغال ولا لا؟ كده اشتغل؟ طبعاً عايز هو جاي. بص يا ولاد، مش معنى ان الاي سي تي اتش بيزيد ان احنا يحصل عندنا الالدوستيرون يزيد، ملوش علاقه اصلا. ملوش علاقه الالدوستيرون بره اللعبه دي الا في الاستريس بس. يعني ممكن حد عنده ستريس فول كونديشن ممكن الاي سي تي اتش استيميوليت الالدوستيرون سكريشن، لكن ده ما بيحصلش ابدا في الظروف العاديه. عموما اهم ريجوليشن هو بيكون النيجاتيف فيدباك. بمعنى ايه؟ ان انا دلوقتي مثلا يعني انا عندي الكورتيزول زياده، هذا الكورتيزول الزياده هيروح يعمل انهبيشن للسوبرين، ولا خلاص مش عايزين، ويعمل انهبيشن للبيتيوتري، ويعمل انهبيشن كمان للهايبوثالاموس. لما يكون الكورتيزول قليل هيعمل استيميوليشن للهايبوثالاموس، ويعمل استيميوليشن للبيتيوتري، ويعمل استيميوليشن للجلاند ذات نفسها. دي حاجه اسمها نيجاتيف فيدباك، ودي ماشيه في كل الاندوكرينولوجي. الامراض اللي معانا زياده الالدوستيرون اسمه كونز ديزيز، برايمري هايبر الدوستيرونيزم يبقى اسمه كونز. زياده الكورتيزول هيبقى اسمه كوشنج، يبقى انواعه بقى. زياده السكس هرمون اسمها كونجينيتال ادرينال هايبربليزيا او ادرينوجينيتال سيندروم. زياده الكاتيكولامين اسمها فيوكروموسايتوما، ونقصهم كلهم هيبقى اسمه اديسونز ديزيز. يعني الزياده هتبقى فرضاني، الزياده سيلكتيف، يعني كل واحد لوحده هيبقى زياده، لكن لما هينقصوا هينقصوا كلهم مع بعضهم. شوف بقى الاسئله بتاعتنا. الكونز ده سؤال، الكوشنج سؤال اكيد وحاله كلينيكال، ده مش مهم خالص بس ندي عنه فكره. الفيوكروموسايتوما سؤال وايضا كيسز بالهبل في الامتحانات، والهايبو فانكشن بتاعتهم برضو هتبقى سؤال. يبقى ده كل اللي بيتعلق بايه؟ بالسوبرارينال كورتكس. سوبرارينال كورتكس ومظله. في سؤال مرات يجي ما تتلخبطش، لما يقول لك ادرينال انسفشنسي، لما يقول لك كده يجيب لك بصيغه ادرينال انسفشنسي، يعني الهايبو فانكشن بتاعتهم كلهم، يعني كلمه اديسون ديزيز، يبقى ادرينال انسفشنسي تساوي اديسون ديزيز. اول واحد سهل جدا جدا جدا، اول هرمون سهل قوي، بس عايز اقول لهم حاجه عشان نخلص تنجز معانا النهارده بجد انجاز كويس قوي. شغل مخك كده معايا. اي مرض انت بتاخده اولا لازم تعرف الهرمون ده بيعمل ايه. يعني اول حاجه عن اي مرض اعرف الهرمون ده بيطلع منين، الاكشن بتاعه ايه، والريجيليشن بتاعته يعني ايه اللي بيعمل له كنترول. تاني حاجه تعرفها في المرض تقول لي الديفينيشن، والديفينيشن يتالف يعني هايبر فانكشن اوف الجلاند الفلانيه اللي بتطلع كذا، او هايبو فانكشن اوف الجلاند اللي بتعمل كذا، بس خلاص. الكلينيكال بيكتشر هتطلعها من الاكشن. بص بقى اللعبه كلها في كلمه انفستيجيشنز. الانفستيجيشنز 3 حاجات: هرمونال ليفل،
وهرمونال افكت وايمج عشان اشوف الجلاند. هرمونال ليفل دي يعني ايه؟ يعني ايه كلمه هرمونال ليفل؟ يعني هشوف السيرم هرمون ممكن او الهرمونال اند برودكت وهو نازل مثلا في اليورين كميته عامله ايه؟ والحاجات دي اصلا بتكون حاجات ثابته اسمها ستاتيك انكيوريت. انكيوريت ليه؟ لان كتير من الهرمونز بتاعتنا اصلا 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 بتكون انستيبل. يعني بقول لكم حاجه، في هرمون يزيد الصبح اللي بالليل، في هرمون يطلع بالليل بس، في هرمون يتاثر بمستوى الجلوكوز في الدم، في هرمون يتاثر بالامينو اسيد ليفل، في هرمون لما انت تتنرفز يزيد، واخد بالك لما بتنام يقل. طب وانا دلوقتي لما اجي احسب الهرمون دلوقتي انا شرفني الموقف اللي انا فيه ايه؟ علشان كده احسن من الاستاتيك جم عملوا حاجه اسمها دايناميك. يعني ايه كلمه دايناميك؟ ها لو حضرتك شكيت ان الهرمون زياده اعمل له سبريشن، لو سبريزد يبقى نورمال ماشي، ما حصلوش سبريشن يبقى هو دوت ايه؟ هايبر. طب لو شكيت حضرتك ان الهرمون قليل اعمل له ستيميوليشن، لو عالي يبقى نورمال معلش يبقى هو هايبر. مفهوم ولا لا؟ يبقى انت لو شكيت ان الهرمون عالي، شكيت ان الهرمون عالي هتعمل ايه؟ هتديله حاجه توقفه، تعمل له سبريشن، اهدى وتقيسه تاني بعدها، تقيسه مرتين قبل وبعد التست. لو قيسته بعدها ولقيته خلاص نزل يبقى فعلا مفيش حاجه، ده حد كويس. لكن لو عملت له سبريشن وما حصلوش سبريشن هيبقى فعلا في هايبر فانكشن. شكيت ان الهرمون قليل اعمل له ستيميوليشن، لو ستيميوليتد وعالي يبقى نورمال، ما كانش يبقى دوت عنده هايبو فانكشن، هندرب عليها دلوقتي. هرمونال افكت، هرمونال افكت يعني مثلا بيأثر على السي بي سي، بيأثر على الالكترولايتس، بيأثر على حاجه معينه في اليورين. تقول لي التأثيرات بتاعته ايه؟ هرمونال افكت تعمل حاجه في القلب، تعمل له اي سي جي او ايكو، بيأثر على الكليه، تعمل رينال فانكشن وهكذا. الايمج اصور الجلاند، اصور الجلاند ازاي؟ على حسب يا فين مكان. انا مثلا عندي السوبرا رينال بتكلم عليها، انا عايز الترا ساوند، عايز سي تي، عايز ام ار اي، غير لما اتكلم على البيتيوتري عايز سي تي وعايز ام ار اي على البرين. لما اجي اتكلم على جلاند معينه هتعمل انفستيجيشن ايمج خاصه بيها. لو مشيت نفسك كده بالانفستيجيشنز دي حته كبيره اصلا في الهرمونز هتبقى سهله ان شاء الله. العلاج بتاعك على حسب حالتك هايبر ولا هايبو. لو كانت حالتك هايبر احسن حاجه، احسن حاجه ادخل شيل الحاجه اللي عامله مشكله سيرجيكال اكزيشن. لكن في راديو ثيرابي راديشن او في ادويه توقف هذا الاكشن. لو كان الهرمون طبعا قليل لا يوجد حل غير ان احنا نعمل ريبليسمنت للهرمون القليل ده، وفي نفس الوقت طبعا نعالج السبب اذا كان في سبب واضح عندنا. اول مرض معانا هو مرض كونز ديزيز. كونز يعني ايه؟ يعني برايمري هايبر الدوسترونيزم، يعني زياده الالدوستيرون. اولا مين هو الالدوستيرون؟ هو هرمون طالع من الزونه جلوميريولوزا اوف سوبرا رينال كورتكس. طيب ايه وظيفته؟ بيعمل الالدوستيرون بيعمل صوت اند ووتر ريتنشن، يعني بيحوش ميه وملح، بيعمل اكسكريشن للبوتاسيوم والهيدروجين ايون، مش كده ولا لا؟ طيب لما يكون هو زياده قوي، لما يكون زياده قوي مش في حاجه بتعمل له ستيميوليشن؟ فاكر حاجه اسمها ريس؟ بص الحته اللي جايه دي، تبعت لنا شويه الريموت كده يا حسام كده فاهم. حماده شاف وراه فين اصلا؟ لا قلت له جيب لنا ال رنن اللي بيتحكم فيه في حاجه اسمها ريس. لما بيقل لنا البلاد فلو بيبدا يطلع الرنن، مش كده؟ نهايه الرنن هيطلع الدوستيرون. افهم اللي انا هقوله ده. هو دلوقتي يا ولاد لما يكون عندي الالدوستيرون زياده لوحده، هو عمال يعلى لوحده، اخبار الرنن ايه؟ قليل. هيبقى قليل مش كده ولا لا؟ مش كده. عايز اقول لك حاجه، مش انا اقول لك الكونز ده برايمري هايبر الدوستيرونيزم، في حاجه اسمها سكندري هايبر الدوستيرونيزم. يعني ايه سكندري؟ يعني ايه اللي حصل؟ يعني في ستيميوليشن للراس، واحد عنده سكيميا رينال ارتري ستينوزس. خلاص انا عندي سؤال، جالك واحد دلوقتي عنده هايبر الدوستيرونيزم بحركه واحده بكلمه واحده، تعرف ازاي هو برايمري ولا سكندري؟ اعمل الرين، لو كان الرين واطي يبقى ده برايمري، لو كان عالي يبقى ده سكندري. خلاص؟ طيب الحاجه الثانيه اللي بتتحكم في الالدوستيرون
هو السيروم ليفل بتاع الصوديوم والبوتاسيوم، مش هو بيعمل صوديوم ريتينشن. خلاص لو واحد الصوديوم بتاعه قليل هيبدا يزيد عنده الالدوستيرون. مش هو بيعمل هايبوكاليميا، مش كده ولا لا؟ لو واحد عنده هايبر كاليميا هتلاقي الالدوستيرون يبدا يعلى. عشان كده هو بيقعد يتحكم في هذا الكلام. هيبقى الريجوليشن بتاعته يا اما عن طريق الريس، يا اما عن طريق هذه الالكترولايتس، عن طريق الكترولايت تشينجز. ليه كنترول ثالث وده نادر ومش مهم في الاستريسفول كونديشن، ممكن يبقى الاي سي تي اتش هو اللي بيعمل له ستيميوليشن، لكن ده مش كتير. طيب كلينيكال بيكتشر او سوري ايتيولوجي، ايه اللي ممكن يعمل لنا، ايه اللي ممكن يعمل برايمري هايبر الدوزان يعمل كونز؟ بصوا يا جماعه، يا اما ادينوما، يا اما هايبر بليزيا في الزونا جلوميرولوزا، يا اما بارا مالجنان سندروم، عندي تيومر عمال يطلع مين الدوستيرون. الكلينيكال بيكتشر ثلاث كلمات، اخبار الصوديوم ايه؟ هايبر ناترينيا. ها واخبار البوتاسيوم؟ هايبوكاليميا. والهيدروجين ايون قليل يبقى الكالوزس يا ولد، الكالوزس. طيب هايبر ناترينيا تعمل ايه؟ تعمل هايبر تنشن وتعمل اديما. ها الصوديوم ما تحوش كتير فيعمل هايبر تنشن ويعمل اديما. وهنا في وقفه، عنده هايبر تنشن وعنده اديما موافقين، بس الهايبر تنشن والاديما الاثنين بيكونوا مايلد، بيكونوا مايلد. ليه يا دكتور؟ ليه الهايبر تنشن والاديما بيكونوا مايلد؟ ببساطه كده افهم معايا، افهم معايا الحته دي. هو دلوقتي مش الالدوستيرون ده كالدوستيرون، كالدوستيرون ذات نفسه يعني. عليكم السلام. بيعمل سولت اند ووتر ريتينشن. يا ابني ركزوا معايا، مش بيعمل سولت اند ووتر ريتينشن. طب هو لما يعمل سولت اند ووتر ريتينشن في حد ذاته، ما ده بيزود لينا البلاد فلو. عشان كده يقول لك ايه؟ الناس دول عندهم هايبر تنشن، هايبر ناترينيا، عامل هايبر تنشن وقديمه لكنهم مايلد. ليه؟ عشان في حاجه اسمها رينال سكيب فينومينا. يعني ايه رينال سكيب فينومينا؟ يعني الدم اصلا، يعني الغذاء اللي رايح لهم بيكون كتير. لما يكون الغذاء اللي رايح للكدني كتير فرينال بلاد فلو بتاعنا بيبقى كتير. لما يبقى كتير بالمنظر ده هيبدا يعمل دايوريسز وينزل الميه، فميبقاش القديمه سيفير. الحاجه الثانيه، مش العيان ده بيحوش صوديوم؟ بس بالرغم ان هو بيحوش صوديوم يا ولاد، هو بينزل بوتاسيوم. طب هو البوتاسيوم هينزل طوب يعني ولا ياخد معاه ميه؟ يبقى يعمل بوتاسيوم دايوريسز. الحاجه الثالثه، الهايبوكاليميا بتقلل السنسيتيفيتي اوف رينال تيوبيولز تو اي دي اتش، تو انتي دايوريتك هرمون. عندنا هرمون اسمه اي دي اتش بيروح يشتغل على رينال تيوبيولز، انتي دايوريتك بيحوش ميه. لما يكون في هايبوكاليميا الهرمون ده ما يعرفش يشتغل، فبيحصل معانا ايه؟ يحصل معانا بوليوريا. طب ما هذه البوليوريا تؤدي الى ايه؟ تؤدي الى امبروفمنت اوف هايبرتنشن اند امبروفمنت اوف اديما لمن الدنيا. اول كلينيكال بيكشر الواحد عنده كونز هايبر ناترينيا تؤدي الى هايبرتنشن واديما، الا ان هما بيكونوا مايلد عشان ثلاث حاجات. عشان رينال سكيب فينومنا، لان الالدوستيرون زياده، يعني الميه والملح اللي في الجسم زياده، يعني رينال بلاد فلو زياده. اتنين، علشان البوتاسيوم بينزل فبياخد معاه شويه ميه، بوتاسيوم دايوريسز. ثلاثه، علشان الهايبوكاليميا بتعمل نيفروجينيك دايابيتس انسيبيدس، بتقلل الريزيستنس اوف ريسبتورز اوف رينال تيوبيولز تو اي دي اتش، عشان كده تعمل شويه. الكلام واضح ولا لا؟ طيب الكلمه الثانيه هايبوكاليميا، قولوا لي اربع حاجات كلينيكال بيكتشر، يلا. لاك اوف كونسنتريشن اب تو، برادي كاردي اب تو، هارت بلوك، يعمل ماسل ويكنس اب تو، باراليسيس، كونستيبيشن اب تو. طب خدوا مني حاجتين، نيفروجينيك دايابيتس انسيبيدس بيقلل السنسيفتي اوف رينال تيوبيولز، وان جمع بقى كده وصحصح معايا عشان انا كمان شويه اقول لك نيفروجينيك دايابيتس انسيبيدس. فاكرين لما قلنا هايبوكاليميا؟ اديني بقول اهو. الكلمه الثانيه، الكلمه الثانيه، حاجه اسمها امبيرد جلوكوز تولرانس. افهم الحته دي لو سمحت. هو دلوقتي عشان دي خليه، عشان الجلوكوز يدخل لازم يدخل مع مين؟ بوتاسيوم. لما يكون عندي هايبوكاليميا، هل الجلوكوز عارف يدخل كويس؟ لا، مش عارف يدخل كويس. فيبقى عندنا امبيرد جلوكوز تولرانس. يعني ايه امبيرد؟ يعني يبقى عنده شويه هايبر جلايسيميا. هايبر جلايسيميا يعني هل الانسولين قليل ولا حاجه؟ لا لا سمح الله، الانسولين كويس، بس عشان الجلوكوز يدخل لازم ياخد معاه ايه؟ لازم ياخد معاه شويه بوتاسيوم، والبوتاسيوم بتاعنا بيكون قليل، البوتاسيوم بيكون قليل. مفهومه؟ طيب الكالوزس، اللي عنده الكالوزس يعني الهيدروجين ايون قليله، لما تكون قليله يعني الايونايز كالسيوم مش موجود. الكالوزس ايكوال ايه؟ قلنا في الكالوزس ايكوال تيتانين. الكالوز لازم اكتب الكلينيكال بيكتشر اوف تيتانين، ما تتنحش معانا، بتكلم في اول مره. كونز ديزيز برايمري هايبر الدوستيرونيزم هايبر فانكشن اوف زونا جلوميرولوزا ويتش سكريت الدوستيرون.
الايتيولوجي بتاعنا ثلاث حاجات، يا ادينوما يا هايبربليزيا يا بارا مالجنانت سندروم. ها الكلينيكال بيكشر ثلاث حاجات، هايبرناتريميا تعمل هايبرتنشن وايديما بيكونوا مايلد، تعمل هايبوكاليميا وترغي الكالوز ستيتاني وترغي فيها. انفستيجيشنز هعمل ثلاث حاجات، هعمل هرمون الليفل، هعمل هرمون الافكت، وهعمل ايمج. هعمل هرمون الليفل، يلا هرمون الليفل هيقيس مين؟ هيقيس الالدوستيرون ليفل. هتلاقي الالدوستيرون عامل ايه؟ عالي. بينزل في اليورين يبقى اسمه تترا هيدرو الدوستيرون، برضه هيبقى عالي، يعني الاند برودكت بتاعته في اليورين هتبقى عاليه. طيب هو انت دلوقتي في الكونز، دكتور اديني مخك كده شويه. انت في مرض الكونز ده، انت شاكك ان الهرمون عالي ولا واطي؟ عالي. طب نحاول نعمله؟ طب اعمله سبريشن ازاي؟ امسك العين ده واديله صلاين، اديله محلول ملح. المفروض لما انا اديله محلول ملح، محلول الملح ده هيرفع الصوديوم، فاعمل سبريشن لمين؟ طب انا اديته اس الالدوستيرون لقيته عالي، اديته صوديوم، ها اديته محلول ملح، اديته صوديوم، ها ستيل عالي زي ما هو، يبقى انا عندي ايه؟ هاي دي فكره الايه الدايناميك، هو فضل عالي زي ما هو، يبقى السلاين تيست، سلاين تولرنس تيست، انا اديته محلول ملح، ها وقست الالدوستيرون قبلها وبعدها، المفروض كان ينزل، كونه ما نزلش يبقى الحاله فيها ادينوما او هايبربليزيا، يعني انا عندي هايبر فانكشن. الافتكاسات اللي بيعملوها مش مهمه وحاجه انفيزيف، يعمل قسطره ويدخل بالقسطره للسوبرا رينال فين وياخد منه عينه ايه؟ ها نشوف الالدوستيرون ليفل عامله ايه، طبعا الكلام يعني اونطه لانه انفيزيف. هرمونال افكت مش عايز حد يغلط، السيرم صوديوم ما تنطق يالا عالي، السيرم صوديوم عالي، يورينري صوديوم قليل، طيب السيرم بوتاسيوم قليل، السيرم بوتاسيوم عالي، يبقى اليورينري بوتاسيوم عالي، البي اتش عاليه ولا واطيه؟ عاليه، عاليه، انا معايا ايه؟ معايا الكالوز بس خلاص، ده اسمه هرمونال افكت. عايزين نبص عليها، ها عايزين نبص على الجلاند، نعمل ايه؟ نعمل سونار، نعمل سي تي، ها نعمل ام ار اي. بس الولد بيجي في حاجه في المشكله في التكييف، هيجيب بس الريموت ونشغله، الناس اللي متضايقه ورا معلش، هو بس مش عارف يعمل ايه، بيجي كوره. ماشي يا ولاد، يلا عالج بقى، هتعالج ازاي؟ في تيومر، في ادينوما، في هايبرليزيا، ادخل شيلها، ماشي؟ يبقى احسن حاجه نشيلها، بس برضه في حاجات كده سيمتوماتيك يعني، يعني العين اللي عنده كونز تدي له ملح في الاكل؟ لا لا ده طبعا تمنع الملح في الاكل، بس تدي له ايه؟ تدي له بوتاسيوم، يعني ظبط له الدنيا، واخد بالك؟ ها في ادويه توقف تصنيع الالدوستيرون، في دواء اسمه علمه عليه ميتيرابون، ها ميتيرابون، ها الميتيرابون يوقف تصنيع الالدوستيرون، في دواء اجينست الالدوستيرون في الاكشن اسمه سبايرينو لاكتون، اسمه انتي الدوستيرون، انتي الدوستيرون اللي هو السبايرينو لاكتون، يبقى انا العلاج بتاعي هعالج العيان، هظبط يعني الملح بتاعه والاكل بتاعه والشرب والحاجات دي، هعالج ميديكالي غالبا مش هيجيب نتيجه، لابد ان انا اتدخل ايه؟ انا ندخل جراحيا ونشيل الحاجه اللي عامله ادينوما او هايبرتريزيا. عموما هو ده سؤال نزل، بس سؤال ياخد له نجمه او اثنين بس، مش سؤال كبير يعني. تاني حاجه الكورتيزول بيطلع من الزونه فاسيكولاريز، الكورتيزول بيعمل ايه؟ بيعمل 13 اكشن لازم تكون حافظهم عشان تخلص بقى. اول اكشن ليه بيكون على مستوى الميتابوليزم، ولما بنقول كلمة ميتابوليزم ده لوحده بيشمل خمسة اكشنز. كلمة ميتابوليزم يعني مكونات الطعام، كربوهيدرات، فات، بروتين، الكترولايتس، وفيتامينز. هو بيأثر عليهم كلهم. وليه حاجة اسمها ثلاثة انتي اكشن، اللي هو انتي ستريس، تمام، انتي الرجيك وانتي انفلاماتري. على البون مارو لو ستيميلاتوري افكت، تمام، ليه اندروجينيك اكشن، اندروجينيك كده كام واحد كده 10 حاجات، كمان بيزود السنسيتيفيتي اوف ريسبتورز تو كاتيكولامين، بيقلل الجاستريك ميوكاس سكريشن، وكمان اخر حاجه بيعمل سايكوزس. على مستوى الكربوهيدرات الميتابوليزم هو بيرفع الجلوكوز، دايبيتوجينيك في ثلث الحالات. ازاي بيعمل؟ بيزود الجلوكونيوجينيسيس والجلايكوجينوليسيس، يعني ايه؟ يطلع الجلوكوز اللي متحوش عندنا في الليفر، وفي نفس الوقت يعمل حاجه اسمها يكون جلوكوز من مركبات اخرى، ثلث الحالات يكون عندها سكر. على مستوى الفات بيعمل لايبوليسيس، بس يا ريتو لايبوليسيس وبس، وري ديستريبيوشن للفات، يجمع الفات في اماكن، اشهر ثلاث اماكن
الفيس يعمل حاجه اسمها مون فيس. ها انتر سكابلر يعمل بافلو هام. في الترانك يعمل ترانكل. ها وفيزيت ويسيب الاطراف يعمل عندي ثين اكستريميتيز. على مستوى البروتين بيزود الكاتابوليزم ولما يزود الكاتابوليزم ده بتاع ايه؟ بتاع البروتين. اي بروتين بقى؟ كل البروتين. ها البروتين اللي موجود في العضلات، ها البروتين اللي موجود، ها البروتين بتاع المسلز، البروتين بتاع البون، حتى اللي موجود في الكابيلاريز وفي البلاد فيزلز. طيب لما يدمر البروتين اللي موجود في العضلات يؤدي الى ايه؟ يؤدي الى مايوباثي، يعمل ماسل ويستنج ومايوباثي. على مستوى العظم يعمل اوستيوبروزس، يؤدي الى اوستيوبروز وباثولوجيكال فراكشر. بص بقى على مستوى البلاد فيزلز، يخلي البلاد فيزلز تبقى تفقد الكولاجين اللي فيها. فلما تيجي تعمل فازو كونستريكشن كانيشال ريسبونس في الهيموستيزس ما يحصلش حاجه زي كده، فيحصل بربره. في نفس الوقت لما تيجي تبص على السكين، هو بيشيل البروتين اللي في السكين، فتلاقي البلاد فيزلز باينه كده من خلاله كانها خطوط حمراء، حاجه اسمها سترايا روبرا. سترايا روبرا هيبقى ده افكت على البروتين. الكترولايت ده هبل، له الدوستيرون لايك اكشن ضعيف. على مستوى الفيتامينز هو انتي فيتامين دي، ودي مصيبه. ليه بقى؟ يعمل اوستيوماليشيا. طب ما هو اوستيوماليشيا وهنا معنى اوستيوبروزس. عندي يحصل له حاجه اسمها باثولوجيكال فراكشر. باثولوجيكال فراكشر يعني يتقلب في السرير، يتكسر، يعني خبطه خفيفه كده يتكسر. بص يا دكتور، ممكن نخلص من الحته دي واحنا ننظم لك الدرس، ماشي؟ معايا كده وقول لي كلينيكال بيكشر اوف كوشن. دايابيتس، فرانكل اوبيستي، مون فيز، بافل هام، بثين اكستريمتيز، مايوباثي، ماسل ويكنس، مايوباثي، باثولوجيكال فراكشر، سترايا روبرا وبربر، ماشي؟ طيب على مستوى ال يعني ممكن شويه القديمة، ها اوستيوماليشيا خلاص. انتي ستريس وانتي الرجي دي حاجات حلوه. هو انتي ستريس دي كلمه حلوه ليه؟ انت ايه اكتر ستريس تتعرض له؟ ها كمان شويه وانت عندك هايبوغلايسيميا، ده ستريس في حد ذاته مشكله ولا لا؟ ها ليه كمان انتي الرجيك اكشن، ودي حاجه حلوه عشان كده بنستخدمه في علاج الازمه او الحاجات اللي فيها ارتكاريا. انتي انفلاماتوري دي حاجه حلوه بس وحشه بقى. بص معايا، انتي انفلاماتوري حاجه حلوه بس وحشه. لما يكون حد مثلا عنده لوبس نفرايتس، والنفرايتس دي هتدمر الكليه تماما، هتدمر الكليه، وانا اديله كورتيزون انا بحمي الكليه انها تدخل في فيلير، يبقى هو انتي انفلاماتوري بيعمل سبريشن للاميون سيستم. لكن في الاماكن الاخرى او مع البرولونج ديوز هذا المريض يحصل له ريبيتد انفكشن ثور ثروت وتشست انفكشن بالهبل. ليه بقى؟ لان مناعته بقت ايه؟ بقت قليله. يبقى هو حلوه بس وحشه. خلاص الناس اللي بتاخد كورتيزول ناس اميون وكمبرومايز، الناس اللي بتاخد كورتيزول ناس بيكونوا اميون وكمبرومايز. اظنها واضحه مفهومه. على مستوى البون مار هو بيعلي العالي ويوطي الواطي، هو بيعلي الار بي سيز، تعمل سكندري بوليسايسيميا ويعلي البوليمورف بس بيقلل الكيموتاكتيك اكتيفيتي بتاعتها. لما يعلي الار بي سيز يا اولاد بيعمل بوليسايسيميا. طب تعرفها ازاي؟ تلاقي وشه احمر دايما بالليتوريك فيس في الجو الحر، الجو البرد يبقى فيه شويه ساينوزس. طيب بيقلل الايزينوفيل و تعالى يا عم التكييف اللي ورا مش شغال ليه؟ لا مش من هنا. ايه؟ المشكله هنا؟ ماشي يا ولاد، هيقلل الايزينوفيل والبيزوفيلز والمونوسايتس، دي مش فارقه معايا كتير يعني. اندروجينيك اكشن مهمه جدا. اندروجينيك اكشن هيعمل اكني فالجاريس. حب الشباب اشهر نظريات حب الشباب ان هو بيكون ايه؟ اندروجين. ولو في بنت بتاخد كورتيزون ممكن يحصل لها هيرشوتيزم، على شنب بقى ودقن وكده، هذه اسمها هيرشوتيزم. increase sensitivity of receptors to معلش increase sensitivity of receptors to catecholamine يحصل هايبر تنشن. دكتور لو سالت في الاورا اللي يحصل هايبر تنشن مع اللي عندهم كوشنج ليه؟ ثلاث حاجات. واحد increase sensitivity of receptors to catecholamine تتقال اول حاجه، نمره اثنين بوليسايسيميا، ده موتين. نمره ثلاثه الدوستيرون، لايك اكشن بس ده ويك يعني، ماشي؟ بيقلل الجاستريك ميوكاس سكريشن، يعمل بيرتيك ألسر، طبعا بيعمل سايكوزس. لو جالك سؤال كلينيكال بيكشر في الحته دي فيها مشكله، بس انت تكون حافظ الاكشن.
ونحافظ الاكشن، لازم نحافظ هذا الاكشن. يلا نظم الدرس بقى بتاعنا، ننظم الدرس. لما اقول لحضرتك كلمه كوشنج على نوعين، يا اما اي سي تي اتش ديبندنت يعني الاي سي تي اتش بيكون عالي، يا اما نون اي سي تي اتش ديبندنت. اي سي تي اتش ديبندنت اللي هو بيكون ايه بقى؟ الاي سي تي اتش طالع كتير، طب هو طالع منين؟ بيتيوتري. ها؟ ولما يكون بيتيوتري دي بنسميها كوشنج ديزيز. او تكون اكتوبيك. بارا مالجنا سندروم بتطلع اي سي تي اتش. او يكون واحد بياخد ياتروجينيك اي سي تي اتش من بره. نظم لي الدنيا. واحد عنده كوشنج والاي سي تي اتش عالي، ايه الاحتمالات؟ ايه الاحتمالات؟ يا اما البيتيوتري بيطلع اي سي تي اتش، وعلى فكره ده الاحتمال ده اكتر نسبه اصلا يعني، هل هو يكون كوشنج ديزيز مش سندروم. يا اما يكون عنده اكتوبيك برونكوجينيك كارسنوم بيطلع اي سي تي اتش. الاحتمال الثالث يكون ياتروجينيك، بنعالجه بحاجه اسمها سيناكتين اي سي تي اتش من بره. طيب الاتجاه الاخر اي سي تي اتش قليل. اي سي تي اتش قليل ده ممكن يحصل لو كنا عندنا كوشنج سندروم. ولما نقول سندروم اللي هي السوبرا رينال، عندي مشكله في الزونا فاسيكيولاتا عماله تطلع كتير، هي لما الزونا فاسيكيولاتا تطلع كورتيزول كتير، هذا الكورتيزول الكتير يعمل انهيبيشن لمين؟ للاي سي تي اتش. الحاجه الثانيه ياتروجينيك، حاجه اسمها كوشينويد. كوشينويد يعني حد بيتعالج بكورتيزول. واظن طول ما احنا ماشيين في المنهج يقول لك ده بيتعالج بكورتيزول، بريدنيزولون، ميثايل بريدنيزولون. ها اللي بيتعالج بكورتيزول ده ما هو بيعمل سبريشن لمين؟ ها للاي سي تي اتش. مفهوم الحته دي ولا لا؟ بص لي بقى هنا عشان نخلص. هذا الاي سي تي اتش هو الداركننج هرمون بتاعنا بتاع البني ادمين. هو بيعدي يمشي في الدم، لما يكون زياده الميلانوسايتس تشوفه هو شبه الام اس اتش. ها فتبدا تطلع ميلانين بيجمنت. عشان كده الناس دول عندهم هايبر بيجمنتيشنز. الناس دول عندهم لا مش هايبر، يحصل لوس اوف تانينج باور. يعني لما يسافر يصيف يقعد في الشمس ما يسمرش. ليه بقى؟ لان الهرمون ده هو الاساس، هو الداركننج هرمون. مفهومه ولا لا؟ ها يبقى انت خد بالك من الحته دي. يبقى انا لما ازود، لما اقول الكلينيكال بيكتشر، لما يكون السبب بتاعي زياده يعني اسمه كده، اسمه ايه؟ اسمه ها اي سي تي اتش ديبندنت كوشنج. لما يكون كده لابد ان انا الاقي معاه ايه؟ هايبر بيجمنتيشن بلس. لو كان السبب بيتيوتري ودي مايكرو ادينوما هلاقي بريشر مانيفستيشن. لو كان السبب اكتوبيك هلاقي ها تشيست ترابس عنده برونكوجينيك كارسنوما كاف هيمورفز ويت لوس. يعني هلاقي الكلينيكال بيكتشر اوف ايتيولوجي بيكون موجود معانا. يلا ننظم الدنيا. ديفينيشن اوف كوشنج. ها كوشنج از انكريزد كورتيزول. ها الانواع بتاعته يا اما اي سي تي اتش ديبندنت يا اما نون اي سي تي اتش ديبندنت. الكلينيكال بيكتشر في ميل اكتر من ميل من 30 ل 50 سنه، وهترص لي ال 13 حاجه دول بلس حاجتين. كلينيكال بيكتشر اوف ايتيولوجي زي بريشر مانيفستيشن في البيتيوتري، واذا كان اي سي تي اتش ديبندنت هلاقي معاه داركننج، هلاقي معاه هايبر بيجمنتيشن، لان الاي سي تي اتش از داركننج هرمون. انا خلصت كلينيكال بيكتشر. عايز اعمل انفستيجيشن، هتمشوها ازاي؟ هرمون الليفل، هرمون الافكت وايمج. خلاص هرمون الليفل، هرمون الليفل نعمل ايه؟ نعمل كورتيزول ليفل. افهم اللي انا هقوله لك. الكورتيزول فينا احنا بيكون الصبح بعد الفجر عالي جدا، وبالليل بيكون واطي جدا. اول حاجه تحصل في مريض الكوشنج يفقد هذا السيركاديان ريزم. اعمل له 9 الصبح و9 بالليل الاقي الاثنين عاليين. ها ده يعني فقد الايه؟ السيركاديان ريزم. بس هل ده اكيد؟ افرض انت في رمضان وعاكس يومك مثلا، صح؟ في ناس كتير جدا، في طلبه كتير جدا 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 بيعكسوا ليلهم نهارهم ونهارهم ليلهم، فبالتالي الكورتيزول ليفل بتاعهم ايه؟ يبقى بيتعكس. عشان كده ده مش مقياس. طب اعمل ايه يا دكتور؟ اعمل ايه؟ اجمع اليورين في 24 ساعه واحسب الاند برودكت اوف كورتيزول او الكورتيزول ان 24 اور يورينز. لو لقيته عالي خلاص ده دايجنوستيك. انا عندي ايه؟ انا عندي كوشنج. بس في سؤال، كوشنج ايه؟ كوشنج ايه؟ عندي كوشنج. ما هو كوشنج ولا كوشنويد ولا ايه بالظبط؟ والله كوشنويد اسال اذا كان بياخد كورتيزول من بره. طب هو السبب بيتيوتري ولا سوبرين؟ والله ما اعرف. لابد ان انا اعمل مين؟ اي سي تي اتش. لو كان الاي سي تي اتش عالي ولا ما قدامك هي لا، يبقى اي سي تي اتش ديبندنت. لو كان قليل يبقى نون اي سي تي اتش ديبندنت. بس خلاص فهمتني ولا لا؟ طيب هل الكورتيزول كمركب ستيبل؟ لا. لو انت ضغطك عالي الكورتيزول بيقل، لو انت ضغطك واطي الكورتيزول بيزيد، لو انت عندك هايبر جلايسيميا الكورتيزول بيقل.
لو انت عندك هايبوجلايسيميا الكورتيزول بيزيد، فاهمني ولا لا؟ يعني هو اصلا كمركب ايه انستابل. عشان الحاجات الانستابل العلماء قالوا ايه؟ قالوا نعمل حاجه اسمها دايناميك. هو انا هنا شاكك ان الكورتيزول زياده ولا قليل؟ خلاص اعمل له سبريشن، اديله على دماغه، اعمل له ايه؟ ديكس ميثازون سبريشن تيست. انا هشرح حته في 3 دقايق اللي مطلوب منك في الامتحان كلمه واحده، ديكس ميثازون سبريشن تيست وخلاص، بس انا هشرحها. الديكس ميثازون سبريشن تيست في منه نوعين، في نوع بيبقى لو دوز وفي نوع بيبقى هاي دوز. ببدا باللو دوز، بدي ايه في اللو دوز دي كلها؟ بدي ايه؟ بدي نص مللي جرام ها كل 6 ساعات لمده 48 ساعه، يعني توتال اديت قد ايه؟ 4 مللي. مفهوم ولا لا؟ انا كده اديت جرعه صغيره، انا حسبت الكورتيزول قبلها وبعدها. انت كحد نورمال لو انا اديتك، انا دلوقتي حسبت لك الكورتيزول ليفل بتاعك وطلع كذا، واديتك يومين ديكساميثازون وجيت اقيس الكورتيزول اللي طالع من جسمك، المفروض ان هو ايه؟ خلاص لو انا اديت جرعه صغيره ولقيت الكورتيزول قل بعدها يبقى ده نورمال، ما قلش يبقى دوت عنده كوشن. كوشنج ايه؟ كوشنج وخلاص. كوشنج وخلاص، فهمتني ولا لا؟ او عامل هاي دوز. ايه الهاي دوز بقى؟ هندي 2 مللي جرام كل 6 ساعات لمده 48 ساعه، يعني التوتال بتاعي 16 مللي جرام. ايه اللي هيحصل؟ لازم بص ان شاء الله يبقى عليه عفريت، يعني لازم الكورتيزول يقل. لازم، انت اديت جرعه كبيره جدا، لازم الكورتيزول بتاعه يقل. لو قل اكتر من 50% يبقى ده معناه ان هو بيتيوتري. تقول لي اشمعنى يعني؟ بص يا ولاد، اول حاجه بيحصل لها نيجاتيف فيدباك انيبيشن هي البيتيوتري. يبقى لو قل اكتر من يعني مثلا كان 20، انت اديته الجرعه الكبيره بقى 5، قل اكتر من 50% يبقى ده معناه ان السبب بتاعي فين؟ بيتيوتري. طب قل بس اقل من 50%، والله ممكن يكون السبب بقى فيها السوبرا رينال، او يكون السبب اكتوبيك، او يكون السبب ادويه ما عرفتش حاجه برضه، يبقى لابد نرجع تاني للاي سي تي اتش. فهمت ولا لا؟ يبقى لا غنى ابدا عن كلمه اسمها ايه؟ اي سي تي اتش. عايز تريح نفسك هتقول لي ديكساميثازون تيست ده بنعمله عشان ننفي ان هو يبقى عنده كوشنج. يعني دلوقتي انا جالي حد، جالي واحده دلوقتي وشكلها كده كوشنج وبتبخ كوشنج يعني. فانا قمت عامل لها ايه؟ ديكساميثازون سبريشن تيست، ها اديتها الكورتيزول، لقيت الكورتيزول بتاعها نزل، اقول لها انت مش كوشنج واروحها. لكن انا لا اثبت الكوشنج ولا اثبت اي نوع من الكوشنج عن طريق هذا الديكساميثازون سبريشن تيست. عايز اعمل حاجه اسمها هرمونال افكت، ممكن ترد عليا؟ لما اعمل له سي بي سي هلاقي الار بي سيز عاليه والبوليمورف عاليه والباقي كله واطي. لما اعمل له بلاد جلوكوز عالي، لما اعمل له فري فاتي اسيد عاليه، لما اعمل له صوديوم بص بالظبط زي الكونز، لما اعمل له سيرم صوديوم يورينري صوديوم سيرم بوتاسيوم قليل، ها يورينري عالي، البي اتش الكالوزس عالي. مفهوم ولا لا؟ يبقى دي حاجه اسمها هرمونال ايه؟ ها هرمونال افكت. طيب عايز اصور الغده، تقول لي اي غده فيهم؟ بص لو انا شكيت ان السبب ابدومينال، يعني حاجه في السوبرا رينال، ابدومينال الترا ساوند سي تي ام ار اي، لو السبب بتاعي بيتيوتري اعمل سي تي وام ار اي، لو انت شكيت برونكوجينيك كارسنوما ها اعمل سي تي او اكس راي حتى على التشيست تدور على البرايمري سايت. الكلام سهل ولا صعب؟ ممكن يا ولاد ما تحفظوش عشان خاطر ما تحفظش ماشيها كده. هرمون الليفل، هرمون الافكت، ها الايمج، امشي بالترتيب ده. ولما تيجي عند كلمه الهرمون الليفل شوف الهرمون ذات نفسه والاند برودكت بتاعته، ولو في حاجه دايناميك بتعمل له غالبا بيكون ليهم دايناميك، اعمل حاجه دايناميك عشان تثبت. الهرمون الافكت شوف السي بي سي، شوف البلاد جلوكوز، شوف الالكترولايتس من الاكشن اوف هرمونز. مفهوم ولا لا؟ والايمج صور، شوف المكان ده بيتصور ازاي، كده هتبقى سهل عشان ما تقعدش تحفظ. هو البرانش كله ماشي كده، هو كل الدنيا ماشيه بالشكل ده. خلاص عالج، يلا اول حاجه هعالجها انتوا هتفتوا فيها. يلا عايز فاتي، عايز اعالجه سيمتوماتيك، اعمل كنترول للدايابيتس، اعمل كنترول للهايبرتنشن، قلل له الملح في الاكل، زود له البوتاسيوم، ها ابعده عن الانفكشن، اعمل له ايزوليشن. ايه اللي انا بقوله ده؟ اديله انتي بايوتيك. ايه ده يعني؟ انا بعالجه سيمتوماتيك بس. انا هل انا عالجت المرض؟ لا. طب تعال نمسك المرض. المرض لو هو بياخد استيرويدز قللها وقفها، بياخد اس دي اتش وقفه، يبقى قالي يا اما عنده ايه؟ يا بيتويتري، يا اما عنده اكتوبيك، يا اما عنده كوشنج سندروم. اكتوبيك ادخل شيله، مفيش فيها هزار، هنعمل ايه يعني؟ طيب يا دكتور لو هو كوشنج سندروم يعني سوبرا رينال، ادخل شيله او ادي ميترابون، او زمان كانوا بيدوا حاجه اسمها كيتوكونازول. ميترابون او كيتوكونازول دول بيعملوا انهبيشن. عارفين كيتوكونازول ده خدتوه في الجلديه، ده انتي فانجل. لو من السايد افكت بتاعته بيعمل انهبيشن لتصنيع الكورتيزول، بيوقف تصنيع الكورتيزول، في حاجه عظيمه جدا، حاجه ممتازه، واخد بالك؟
ها ندي ميترابون بيوقف تصنيع الكورتيزول، لو ينفع ان انا ادخل اشيلها ادخل اشيلها مفيش اي مشكله. طب لو كان السبب بيتيوتري، يلا مين يقترح؟ بيتيوتري. ادخل اشيل بيتيوتري، دي فكره وده الكلام المظبوط يعني. قوم قال لك ندي ادويه تعمل لها سبريشن سيبرو هيباتيدين ومش عارف ايه كلام اونطر. قال لك نعمل راديشن جاما نايف، جاما نايف دي اجمل حاجه. جاما نايف افهم الفكره اللي انا هقولها دي، ده اشعاع، دي على فكره الموضه ودي موجوده في مصر، هو جهاز واحد او اتنين بالكتير قوي واخد بالك؟ ها وتلاقي ممكن في الشرق الاوسط كله تلاقي ثلاث اربع اجهزه، مش بهرج والله. وده موضه. ها معمول في فرنسا جهاز تحفه، بيعمل ايه؟ بيدخل فين؟ تقول لي طب وبعدين؟ الاشعاع ما يحصلوش اكتيفيشن الا لما يوصل لمكان التيومر. اصل قبل كده حتى وريتكم في الكلينيك العيان فاكرين كان وشه بايظ من هنا ومكان تلاقي الشعر واقع والعظمه مش عارف واقعه والجلد ايه وشكله كله متبهدل. اصل الاشعاع زمان كان ازاي؟ بيدخل اشعاع واخد بالك، بس الاشعاع ده كان ماله ورق، كان بيدمر كل حاجه يعدي عليها، حتى كان يحصل لهم برين اتروفي، فاهم ولا لا؟ الجاما نايف اعجاز بكل المقاييس. ليه بقى؟ ليه؟ ما بيحصلهاش اكتيفيشن الا عن طريق مين؟ الا عن طريق انها تروح توصل لمكان التيومر، مكان المالجنسي تبقى هايبر اكتيف فيه، فدي الموضه بتاعتنا. الحاجه الثانيه فكره فاشله جدا، قالوا مش انت عندك المرض هنا فوق؟ اه. طب هو الاي سي تي اتش ده بيروح يشتغل على مين؟ بيشتغل على السوبر رينال. ادخل اعمل له بايلاترال ادرينالكتومي. فلما يطلع الاي سي تي اتش ملاش حاجه يشتغل، تقول لك طب انا اللي خلاني اشيل الاثنين دول، طب ما اشيل اللي هنا، يقول لك اصل العمليه هنا صعبه لكن العمليه هنا ممكن تبقى سهله شويه، طبعا يعني اهو كلام بس في مصيبه، ايه المصيبه؟ خليك معايا. شو عنده اي سي تي اتش بيطلع يروح يشتغل على السوبر رينال؟ انا شلت الاثنين. ها شلت الاثنين خلاص؟ اخبار الاي سي تي اتش ايه؟ يعلى جدا، يعلى جدا، يقوم عامل هايبر بيجمنتيشن ويعمل بريشر مانيفستيشنز، دي كلمه اسمها نيلسون سندروم. يبقى نيلسون لو عملنا بايلاترال ادرينالكتومي في واحد عنده بيتيوتري كوشنج يبدا يجي له هيدك بريشر مانيفستيشن فظيعه او يبدا يجي له هايبر بيجمنتيشن. اخر كلمه، الناس اللي بتشرب كحوليات كتير، الكحوليات دي بتشتغل في الليفر، بتقلل الميتابوليزم بتاع الكورتيزول. انا جسمي فيه كورتيزول بيشتغل وبعدين يروح يتكسر في الليفر. لو انا بشرب كحوليات كتير ها الميتابوليزم بتاع الكورتيزول بيقف، فنسبه الاكتف كورتيزول تبقى ايه؟ ها تبقى عاليه، فالناس دول يحصل لهم حاجه اسمها سودو كوشنج. يبقى ما هو السودو كوشنج؟ سودو كوشنج مع الناس اللي بتشرب كحوليات، لان الالكوهول انهبت ها الميتابوليزم بتاع مين؟ ها بتاع الكورتيزول. ماشي يا ولاد؟ حد عنده مشكله في الكوشنج؟ في مشكله في الكوشنج يا ابني؟ كلمة ونص عندك تفهمها. كونجنتال ادرينال هايبربليزيا او ادرينوجنتال سندروم. بص يا جماعة عندي مشكلة، المشكلة بتاعتي ايه؟ افهم اللي انا هقوله ده. عندي ديفكت في 11 او 21 هيدروكسيليز انزايم دوت مسؤول عن تصنيع الكورتيزول. لما يعني بيكون عندي ديفيشنسي في الانزيم اللي بيصنع الكورتيزول فنسبه الكورتيزول في الجسم هتبدا، افهم معايا بقى، فالكورتيزول هيبدا يقل. لما الكورتيزول يقل مين اللي يزيد؟ الاي سي تي اتش. هيروح يشتغل فين؟ على السوبرا رينال كورتكس، يروح للجلوميرولوزا تقول له ايه؟ اسفه انت اصلا مالكش دعوه بيا، انا ما بعتمدش عليك اصلا. يروح للفاسيكيولات يقول لها طلع الكورتيزول، تقول له يا عبيط اخواتك ما انا عارف اطلع من الاول ما انا كنت طلعت، مش كده ولا لا؟ يروح للريتيكولاريس اقول له اوكي هطلع لك بس مش هطلع كورتيزول، هطلع سيكس هرمونز مينلي اندروجين. حد فاهم حاجه؟ يبقى لما يكون عندي ديفيشنسي في الانزيم اللي مسؤول عن تكوين الكورتيزول، الكورتيزول ما بيتصنعش. لما يكون الكورتيزول ما بيتصنعش ها الاي سي تي اتش هيزيد، لما يزيد الاي سي تي اتش يروح للزونا جلوميرولوزا ملوش دعوه بيها، فاسيكولاتا مش عارفه تصنع من الاول، ريتيكولاريس تقول له اوكي هصنع تطلع سيكس هرمون اندروجين. ايه اللي يحصل؟ لو كان الموضوع ده بيكون مرض اوتوزومال ريسيسيف، بيحصل في اي وقت، ممكن يحصل اثناء الانتراترين لايف، فتلاقي دي بنت يعني هي الجينوتايب بتاعها او الكاريوتايبنج بتاعها هي فيميل، بس تتولد عندها كليتروميجالي وعندها فيوجن اوف ليبيا ميجورا، وتتولد كان عندها سكروتم وعندها بينس يقولوا ده ولد، وبعد فتره يقول لك ده ايه ولد وبعدين قلب بنت، هو ايه اللي حصل؟ هو اصلا من الاول هو بنت، من الاول وهي بنت اساسا. او لما بيحصل ها
ها بيحصل في سن مثلا ها بعد كده تلاقي البنت دي بدأ يحصل لها امينوريا، بدأت يحصل لها هيرجوتيزم، بدأت يبقى عندها عضلات وبتاع زي الرجاله كده. وايه اللي حصل؟ اصل عماله تطلع ايه؟ عماله تطلع ها اندروجين. يعني المشكله ان الغده دي بتطلع مينلي اندروجين. عموما العلاج حاجه واحده بس، كلمه واحده، هو انا الخلل عندي في تصنيع مين؟ كورتيزون. لو احنا ادينا الكورتيزون من الاول، مش انت وقفت السيكولي دي كلها ولا لا؟ دي كان اسمها القديم كونجنتال ادرينال هايبربليزيا، ها اسمها الجديد ادرينوجنتال سندروم. عمرها ما حصلت ولا تحصل ولا مهمه، اشطب عليها اساسا خلاص. بس عرفت ايه؟ انتوا مالكم ايموشن ليست كده؟ في كروموسايتوما، في كروموسايتوما ده عباره عن تيومر اوف كروموفين سيلز اللي بيطلع كاتيكولامين. 10% بيبقى مالجنسي و10% بيبقى بايلاترال و10% بيبقى مالتيبل و10% بيبقى اكسترا ميدالر، يطلع من اماكن اخرى، فبيسموه ديزيز اوف 10%. الفكره كلها ان انا عندي كاتيكولامين زياده. ها كاتيكولامين زياده، لما يكون الكاتيكولامين زياده الهرمون الافكت اوف كاتيكولامين هيحصل ايه؟ يعني واحد عنده كاتيكولامين تقول لي قشطه، لا مش قوي يعني، هيبقى عنده على مستوى القلب تاكي كارديا وعنده اريثميا، هيبقى عندهم هايبر تنشن. والهايبر تنشن كلمه السر بتاعته ان هو باروكسيسمال ذن بيرزيستنت. ها باروكسيسمال ان التيومر ده كل شويه يطلع، بعد كده يبقى بيرزيستنت هايبر تنشن. الناس دول يحصل لهم سكيميك هارت، الناس دول يبقى عندهم بيوبيلري دايلاتيشن. موافقين؟ ما هو اصلا السمباثيك بيوسع البيوبل. ها الناس دول يا جماعه عندهم سويتنج، يبقى عندهم تريمورس. اللي انا بقوله ده كله اصلا ايه؟ كل ده ايه؟ كل ده سمباثيك. يبقى انت قول لي شويه حاجات سمباثيك اوفر اكتيفيتي، ده اسمه هرمونال افكت، مفهومه؟ ده الهرمون، ده الافكت اوف هرمونز. في بقى كومبليكيشنز، الناس دول يحصل لهم دايابيتس، الناس دول يحصل لهم هايبرتروفي، يحصل لهم هايبرتنشن، ويؤدي الى كومبليكيشن زي الليفت سايد مثلا هارت فيلير. الناس دول دايما يموتوا باريزمياس يا اولاد، اريزمياس كتيره. يبقى الدايابيتس والهايبرتنشن كومبليكيشنز والاريزمياس هي الكوز اوف ديث. اللي جاي طبعا يحصل لهم سيريبرو فاسكولار ستروك، يجي لهم جلطات في المخ من الهايبرتنشن ده. دايما مع اسوسيشنز. يعني في كروموسايتوما ما تجيش لوحدها. ايه بقى الحاجات اللي معاها دايما؟ دايما معاها ايه يا اولاد؟ دايما معاها حاجه اسمها نيورو فايبروماتوزس. وكلمه نيورو فايبروماتوزس يعني بيحصل ثيكننج في النيرفز وديبوزيشن لفايبر استيشو عليها، تعمل لي كاربال فانل، هتخلي فيه بريفرال نيوروباثي. دايما اسوشيشن معاها بيكون هوكم. مين فاكر هوكم؟ هوكم يعني ايه؟ هايبرتروفيك اوبستراكتيف كارديوميوباثي. القلب بتاع الرياضيين، القلب الكبير، ها هوكم هايبرتروفيك اوبستراكتيف كارديوميوباثي. الناس دول كومن اسوشيشن معاهم حاجه اسمها من، من تو. افهم بقى الحته دي الله يبارك لك. كلمه من يعني ايه؟ من مالتيبل اندوكراينال نيوبلازم. لقوا ايه؟ لقوا ان في بعض التيومرز في الغدد، ها في الغدد الصماء تحصل مع بعضها، فسموا حاجه اسمها مين 1 وحاجه اسمها مين 2. مين 1 دي بيكون فيها ايه يا اولاد؟ ها بيكون حد عنده في كروموسايتوم ومعاها هايبر باراثايرويديزم، واخد بالك؟ او يكون معاها كوشنج. طب ايه اللي جابهم مع بعض؟ يعني ايه اللي جمع الحاجات دي كلها مع بعض؟ قال لك دي حاجه اسمها مين، في حاجه اسمها مين 1 يبقى عنده هايبر بارا ومعاه حاجه بيتيوتري ادينوما، او يكون معاهم كمان حاجه بنكرياتيك مثلا. فاهمني ولا لا؟ تلاقي مثلا في مين 2 ده، في مين 2 اللي احنا بنتكلم عليه، تلاقي معاه حاجه اسمها، فاهم بس اللعبه؟ هو مين 2 ده ايه؟ في هايبر بارا، حلو؟ طز مش فارقه. ها في شويه في كروموسايتوما مش فارقه. في ميدلري سيل كارسينوما فارقه جدا. افهم اللي انا هقوله ده. افهمني يا دكتور. ميدلري سيل كارسينوما ده هاي جريد مالجنسي يجي في الثيرويد، حلو؟ لو انا جالي واحد ولقيت عنده هايبر بارا ونفس الواحد ده نفس الشخص ده عنده في كروموسايتوما، انا مستني الثالثه، مستني مين؟ قال لك ما تستناهاش، لو لقيت الاثنين دول مع بعض ادخل اعمل له بروفيلاكتيك ثيرويدكتومي. تقول لي نعم، ده لسه ما حصلش حاجه، حتى لو ما حصلش حاجه. ليه؟ لان وانس ان اتشخص مضلل سيل كارسينوما، دي بتبقى حاجه ايه يا جماعه؟ حاجه قاتله. دي فكره الاسوسيشن، نظام لي الدنيا. كلينيكال بيكشر اوف كروموسايتوما.
هرمونال افكت على القلب، هيعمل تاكي كارد، يعمل بالبيتيشن، يعمل اريزميا، يعمل هايبرتنشن، باروكسيزمال سيم بيرزيستنس، يعمل تريمورس، يعمل سويتنج، يعمل بيبيلاري دايليتيشن. كومبليكيشنز اوف دايابيتس، كومبليكيشنز اوف هايبرتنشن، اريزمياس كتيره وهي الكوز اوف ديث، وكمان يحصل معانا كلمه ستروك، سيريبرو فاسكولار ستروك. معاه اسوسيشن ثلاثه مهمين، معاه من 2، معاه حاجه اسمها هوكم، ومعانا اول واحده قلنا ايه؟ نيوروفايبروماتوزس. في حاجات نوادر بقى اسوسيشن، يعني حاجه اسمها بوليسيستيك فون ويبل هند، ومش مهم عليكم قوي، فكك منها يعني. يلا شخص لي يا دكتور، عايزين نشخص، عايزين نعمل انفستيجيشنز. نعمل ايه؟ هرمونال ليفل. مين بقى؟ نعمل كاتيكولامين. بص يا دكتور، انستيبل بالمره، بس لو عملتهم ماشي. انستيبل ليه؟ دلوقتي لو انا زهقتك شويه، انا نرفستك، واخد بالك، وجيت خدت منك عينه، هيبقى عالي جدا، مش منطقيه. لكن ايه رايك نجمع في ال 24 ساعه كاتيكولامين اند برودكت اسمه فينايل مانديليك اسيد. فينايل مانديليك اسيد في ال 24 ساعه نسبته هتبقى ايه؟ هتبقى عاليه. يبقى الفينايل مانديليك اسيد هيبقى عالي في ال 24 ساعه، ده هيبقى دايجنوستيك. جم يعملوا حاجه، قال لك ايه؟ قال لك مش الكاتيكولامين عالي؟ طب ما تيجي نديله على دماغه نقلله. ازاي؟ ادي كلونيدين. كلونيدين ده حاجه سيمباثوليتك سنترالي اكتنج، بيمنع اصلا تصنيع النيورو ترانسميتر، فتقعد تديله كلونيدين لمده يومين ورا بعض. بعد ما تديله الكلونيدين هيبدا ضغطه يقل، ويبدا الكاتيكولامين بتاعه يقل. طب لو ما قلش؟ يبقى عنده هايبر فانكشن، اسمه كلونيدين سبريشن تيست، ما بيتعملش. اسمه كلونيدين سبريشن تيست ما بيتعملش ليه؟ اصل انا عندي حاجه مكفياني، انا بجمع البول في 24 ساعه والاقي الفينايل مانديليك اسيد هو الاند برودكت عالي، خلاص ده بيشخص. لكن لو حبيت اعمل سبريشن اسمه كلونيدين سبريشن تيست. هرمونال افكت، اعمل اي سي جي، موافقين؟ هلاقي اريزمي، اعمل ايكو، ايه رايك؟ عشان لو في هوكم ولا حصل اسكيميا في القلب ولا حاجه، مش كده؟ اعمل سي تي برين وام ار اي لو في عندي انفاركشن، اعمل حاجات، اعمل بلاد جلوكوز ليفل، ماشي. طب عايز اصور السوبرا رينال، عايز اشوفها الترا ساوند سي تي وام ار اي، العلاج بتاعنا والله لو تيومر شيله. طيب مش الكاتيكولامين بتطلع بتشتغل على الفا وبيتا ريسبتورز؟ ايه رايك نقفلها له؟ ايه رايك نقفل الفا حاجه اسمها فنتولوكسامين او البرازوسين، او ممكن اقفل البيتا بالاندرال بروبرانولول، او ايه رايك اقفل الاثنين مع بعض؟ في حاجه اسمها لابيتا لول، يتميز ان هو ايه؟ الفا وبيتا بلوكر، دي فكره. لكن احسن حاجه ان انا ادخل ايه؟ ادخل اشيل جلاند وخلاص. يبقى دي كلمه فيه كروموسايتوما، برده من الاسئله اللي لازم تكون عارفها. فيه كروموسايتوما سؤال، احنا كده قلنا الكونت سؤال مش قوي، الكوشنج سؤال خمس نجوم الحقيقه. الفيو كروموسايتوما يعني سؤال بيجي فيو كروموسايتوما ويجي مساله، وسر المساله كلمه باروكسيزمال هايبرتنشن. لو قال لك كلمه انا بقول لك اهو، ما عندكش حاجه الترم ده هتعمل باروكسيزمال هايبرتنشن الا الفيو كروموسايتوما، خلاص؟ فيو كروموسايتوما كلمه سر في المساله باروكسيزمال. ما تيجي نقلب الترابيزه بقى، نقلبها ازاي؟ احنا كل ده عمال اتكلم، كل واحد منهم عالي، كل واحد منهم عالي، الهرمون ده عالي، الهرمون ده زياده، ما تيجي نقلل الهرمونز دي. يلا نقللها؟ نقللها. لما نقلل هذه الهرمونز يبقى اسم المرض بتاعنا اديسون، اسمه اديسون. فكرة يا جماعه المفروض الاندوكراين يبقى اسهل حاجه بالنسبه لكم، عشان امتحنتوا فيها قبل كده. المفروض امتحنتوا في الاندوكراين كامل، ولا مش انتوا؟ مش انتوا انا عارف، هو انتوا مش انتوا، اي حاجه مش احنا خالص. طيب الاديسون هايبو فانكشن او ادرينال بيجي عنوان تاني ادرينال انسفشنس، تقول ما خدناهوش. ادرينال انسفشنس هو كلمه ايه؟ هو كلمه اديسون. الاديسون ديزيز ده حاجتين، يا اما يكون برايمري يا اما يكون سكندري. يعني المشكله في البيتيوتري، مفيش اي سي تي اتش. هنقول كمان شويه حاجه اسمها بان هايبو بيتيوتريزم، حاجه اسمها سيموند ديزيز، شيهان سندروم، هنتكلم عليهم. بيكون اصلا الاي سي تي اتش ما طلعش، واحنا قلنا الاي سي تي اتش مهم لكل حاجه في الجلاند الا الزونا جلوميريولوزا. الحاجة الثانية ممكن يكون برايمري، برايمري افهم بقى، برايمري اديسون، برايمري يعني السوبرا رينال كورتكس هي اللي مش شغالة، يعني الكورتيزول والالدوستيرون والسكس هرمونز كله مش موجود. هما لما يكونوا لما يكونوا دول مش موجودين، أخبار الـ ACTH هيبقى إيه؟ صح ولا لأ؟ يعني أنا أول كلمة بقول لك عليها، الفرق بين البرايمري والسكندري؟ السكندري الـ ACTH قليل، أما البرايمري الاس تي اتش بتاعنا هيبقى؟ طب حد عايز يقول لي حاجه؟ ولا لما يكون الاس تي اتش عالي؟
بيجمنتيشن يحصل هايبر بيجمنتيشن. اما لما يكون ما فيش اي سي تي اتش يحصل لوس اوف تانينج باور. مفهومه؟ طيب ايه يا دكتور بالمره بقى اشهر اسباب البرايمري؟ انا عندي الكيدني اهي وادي السوبرا رينال اهي، جه انتي بودي ضربها وده اسمه اوتو اميون وده مسؤول عن اكتر من 75% من الحالات. بص مش مهم الاسم ده قوي، بس لو انتي هيدروكسيليز 11 انتي بودي، انتي بودي ضد الهرمونز اللي مسؤوله عن تصنيع ضد الانزيمز اللي مسؤوله عن تصنيع الهرمونز جوه ها السوبرا رينال. طب ايه دليلك على كده ان هو اوتو اميون غير انتي بوديز؟ دليلي ان لقوا مع البرايمري اديسون تايب 1 دايابيتس وده اصلا اوتو اميون، لقوا معاه برنيشيس انيميا اللي هي اوتو اميون، لقوا معاه جريفزيز اوتو اميون، يعني لا تاتي النصائح فرادى. اي حاجه في المنهج عشان تثبت انها اوتو اميون دور على حاجتين، دور على اوتو انتي بوديز ودور على اسوسيشنز اخرى. ها دايما انت عارف ايه، لا تاتي النصائح فرادى، دايما يكون في حاجات كتيره بتيجي مع بعضها. ممكن يكون السبب تي بي. التي بي لما ينتشر من ضمن الاماكن اللي يروح لها يروح السوبرا رينال. ممكن يكون السبب جرانيولوماتوس ديزيز ساركيدوزس. ممكن يكون السبب اوفر تريتمنت. ازاي بقى؟ انا اديت واحد كيتوكونازول بكميات كبيره، ايه رايك؟ او ميتيرابون بكميات كبيره، ها ايه راي سعادتك؟ مش كده ولا لا؟ مفهومه؟ طيب بص دي هو انا دي هيبقى اسمها اديسونيان كرايس اللي انت بتقوليها، هنقولها كمان شويه. اي حاجه من دول انا دخلت عملت عمليه ها وشلت السوبرا رينال مثلا جلاند وما عوضتوش من بره، ها برضه يعتبر دي برايمري. انا اللي عايز اقوله لو ما كتبتش اوتو اميون وتي بي يبقى انت ما قلتش حاجه، ولو قلت الاثنين دول يبقى انت قلت كل حاجه يا اسامه. لو كتبت الحاجتين دول ها الاوتو اميون والتي بي انت قلت كل حاجه، ما قلتهمش ولا كانك عملت اي حاجه. الكلينيكال بيكشر ولا اسهل من كده؟ اسهل كلينيكال بيكشر. اسهل كلينيكال بيكشر هي الاديسون. هتلاقي فيه ثلاثه تحت وثلاثه فوق. هتلاقي عنده هايبوجلايسيميا وعنده هايبوتنشن وعنده هايبو باور اللي هي كلمه ايه؟ ناسيني. عنده هايبر بيجمنتيشن، عنده هايبر كاليميا، عنده هايبر هيدروجين ايون اللي هي كلمه اسيدوز بتعمل جي اي تي ديستربنس، ممكن يبقى معاهم انفرتيليتي احيانا. يلا كل كلمه نقولها، يلا يا ولاد يلا كل حاجه بقى. كل كلمه واحده واحده كده. هايبوجلايسيميا لماذا؟ نقص الكورتيزول. مش الكورتيزول كان بيعمل هايبر جلايسيميا؟ ما عنديش كورتيزول. خاصة امتى بقى؟ قلت لك أكتر ستريس أنت بتتعرض له هو كلمة عشان كده العيان ده أصلا العيان اللي عنده أديسون ده لو اتعرض لفاستنج جامد هايبوجلايسيميا جامدة ما يبقاش أديسون بقى يبقى أديسونيان كرايسيس. فاهم ولا لا؟ عنده هايبوتنشن، ده هايبوتنشن بحاجتين. ده لا عنده كورتيزول ولا عنده ألدوستيرون. والألدوستيرون كان بيعمل إيه؟ طيب أنا مش عارف أحوش، لا الألدوستيرون بيحوش ولا الكورتيزول بيحوش؟ عشان كده في سؤال هنا. أنا عندي برايمري أديسون وعندي سكندري أديسون والاثنين معاهم هايبوتنشن. مين اللي معاه ماركت هايبوتنشن؟ البرايمري. السكندري مايلد هايبوتنشن. لأن السكندري برافو عليك، السكندري الكورتيزول قليل بس الألدوستيرون. ليه الألدوستيرون نورمال في السكندري؟ لأن الأي سي تي اتش ليس له كنترول على الزونة جلوميريولوزا. واضحة دي ولا لأ؟ عندهم بيرزيستنت هايبوتنشن. وفي عملي لو جالك واحد ولقيت ضغطه السيستول فوق ال 110 اكسكلود اديسون. ها لو واحد ضغطه فوق ال 110 ما عندوش اديسون، اكسكلود الاديسون. لازم يكون ضغطه اقل من 110 يحصل له دايما بوستشرال هايبوتنشن. طب بالله عليكم لو انت عندك هايبوجلايسيميا وعندك زي بعد ساعتين من دلوقتي يعني عندك هايبوجلايسيميا وعندك هايبوتنشن، اخبار الطاقه بتاعتك ايه؟ هايبو باور اثينيا، مش قادر يعمل حاجه اصلا، مش قادر يتحرك من مكانه. اضف الى ذلك ان زون الريتيكولاريز بتطلع 6 هرمونز اندروجين. ال 6 هرمونز برضه بتاعت اكتيفيتي على فكره، يعني هو كمان قليل، يبقى العيان دوت عنده اثينيا عشان ثلاث حاجات، هايبوجلايسيميا، هايبوتنشن، ونقص ال 6 هرمونز، كل ده بيؤدي الى اثينيا، ماشي مفهومه؟ هايبر بيجمنتيشن عشان زياده مين؟ الاي سي تي اتش. هايبر بيجمنتيشن تحصل فين؟ في التانج والميوكس ممبرين. تحصل في الاكزيلا. تحصل في الفريكشن سايز، تحصل في الجرويد، تحصل في السكارز، تحصل في اي حته، في الاكسبوزد اريا، تحصل في الروت اوف نيك، تحصل في اماكن كتيره تلاقي ارياز اوف هايبر بيجمنتيشن. والتفسير ان انا معايا اي سي تي اتش، افرق ازاي البرايمري من السكندري من ناحيه الهايبر بيجمنتيشن؟ هايبر بيجمنتيشن مع البرايمري مفيش مع السكندري، ما تلمول الدنيا. دخلت في لجنه شافوا الدكتور قال لك تفرق ازاي البرايمري اديسون من السكندري اديسون؟
بقول له بحاجتين يا بيه، حاجتين يا بيه، هايبر بيجمنتيشن والهايبوتنشن. اللي عنده برايمري يبقى عنده هايبر بيجمنتيشن ويبقى عنده ماركت هايبوتنشن. اما اللي عنده سكندري ما عندوش هايبر بيجمنتيشن ويبقى الهايبوتنشن بتاعه مايلد لان الالدوستيرون شغال كويس. حد فاهم حاجه؟ يقول لك عايزين نعمل تحليل، تقول له هو تحليل واحد يا بيه. اس تي اتش، اس تي اتش عالي، اس تي اتش واطي، مفهوم ولا مفهومه؟ انت عملت هز راسك وخلاص يا محمد يا امير، انت معايا؟ ما جيتش امبارح ليه؟ ما انت هتهزق بعدين، مش دلوقتي، مش قدام الناس، مش قلت لك تيجي؟ ما حدش قال لك تعالى؟ اه قالوا لك بس طنشت نفضت لي يعني. اوكي نفضت نمت يعني، نوم اهم مننا يعني؟ لا نمت اخر ربنا يهويك، ولا بتتعب ولا بتعب ولا قول لي يا ابني. بعد كده عندنا هايبر كاريميا. مين يقول لي كلينيكال بيكتشر؟ اقلب اقلب لاكو كونسنتريشن ومايوبس، الحاجات دي كونستيبيشن والكلام ده. طيب هايبر هيدرو، زياده الهيدروجين ايون هيعمل لنا بقى جي اي تي ديستربنس، هيبقى في فوميتنج، يبقى في دايريه، ممكن بعض الحالات يبقى معانا انفرتيليتي عشان نقص الاندروجين كمان، لكن دي مش اساسيه قوي. سهله الكلينيكال بيكتشر، سهله. يلا الفوا لي انفستيجيشنز بسرعه. يلا هرمون الليفل هنشوف مين بقى، بص خليك معايا هنشوف مين. هنلاقي الكورتيزول قليل والالدوستيرون قليل والسكس هرمونز قليل والاي سي تي اتش هيبقى عالي لو كان السبب بتاعنا برايمري، صح كده؟ طيب يا دكتور هل الهرمونز دي ستيبل؟ ان ستيبل بالمره. نعمل ايه طيب يا دكتور؟ مش انا شاكك ان الهرمونز دي واطيه؟ ما تيجي عليها. ايه رايك لو انا اديته اي سي تي اتش؟ هي كلمه، انا عايز كلمه واحده. واحد عنده برايمري ادسون فالهرمونز كلها قليله، فانا اديته اي سي تي اتش. المفروض انها ايه؟ نورمال. ايه اللي يحصل؟ تعمل. طب لو ما عليتش؟ بس يبقى انا عندي هايبو فانكشن، فهمت ولا لا؟ يبقى ده اسمه ايه؟ اي سي تي اتش تيست، او اسمه الثاني سناكتن تيست. السناكتن هو الاي سي تي اتش. ها الاي سي تي اتش اسمه الثاني ايه؟ ها سناكتن. اديله اعمل ستيميليشن، لو استجاب معايا يبقى نورمال، ما استجابش يبقى فيه هايبو فانكشن. نقوم مزودين الجرعه ونعمله ثاني. لو استجاب، لو استجاب يبقى السبب ممكن يكون كان سكندري، ما استجابش يبقى برايمري الغده معلقه. مش عايز الكلام ده، انا عايز كلمه واحده. لما تشك ان عندي هايبو فانكشن نعمل ستيميليشن بسناكتن، استجاب نورمال ما استجابش يبقى هايبو فانكشن. خلصت كلامي. عايز اعمل هرمونال افكت، انا خايف من الحته اللي جايه دي. السيرم صوديوم قليل، لو واحد عنده هايبوتنشن السيرم صوديوم عامل ايه؟ قليل. والسيرم بوتاسيوم قليل، اليورينري صوديوم عالي، اليورينري بوتاسيوم قليل، البي اتش قليل، اسيدوز بقى اعكس الكوشن. ها السي بي سي، الار بي سيز قليله، والبوليمورف والباقيين. انا عكست الاكشن بتاع مين؟ البلاد جلوكوز ليفل، كل حاجه عكست الكورتيزون. طب عايز اعمل ايمج، الترا ساوند، سي تي ام ار اي، لو في حاجه في البيتيوتر يعمل سي تي ام ار. سهله ولا صعبه؟ طيب عالج. يلا لابد من الريبليسمنت. اه طبعا، مش هو عنده نقص في الكورتيزون لازم اديله. بص ما حدش هيعيش اصلا من غير كورتيزون. اولا تعالج السبب اذا كان في سبب، ها وتظبط يعني، تديله الملح بقى والصوديوم في الاكل وتقلل البوتاسيوم والكلام ده، اوكي ده على راسنا من فوق. ها وتدي بلاد جول وتدي تديله محلول جلوكوز ولا حاجه، مفيش مشكله. لكن اهم حاجه ان مفيش حد يعرف يعيش من غير ايه؟ من غير كورتيزون. هتديله كورتيزون، ممكن نديله اللي هو البريدنيزولون 20 مللي جرام 30 مللي جرام. ها ممكن ندي 20 الصبح و10 بالهيدروكورتيزون، 20 الصبح و10 ها بالليل. لما نحول من الهيدروكورتيزون الى بريدنيزولون بنسبه 4 ل 1. انا هديله 30 مللي جرام هيدروكورتيزون، قدامهم بريدنيزولون قد ايه؟ 7.5 مللي جرام. ال 30 قدامهم قد ايه؟ 7.5. لو انا هديله 40 يبقى قدامهم كام؟ 10. لو اديله 50 يبقى قدامهم كام؟ 12.5. يبقى ربع الجرعه دي اسمها بريدنيزولون. لو انا هدي هيدروكورتيزون 20 الصبح 10 بالليل ما بنحبهوش. ليه؟ عشان ده بيتاخد انجكشن. عايز احوله لاقراص، اقسم على كام؟ على 4، بس ما فيش اقراص هيدروكورتيزون، بديله في صوره بريدنيزولون. فاهمين حاجه؟ خدته في الفارما هيدروكورتيزول تو بريدنيزولون 4 ل 1، 4 ل 1. فاكر حاجه زي كده؟ اصلا شغلكم تجاره وحولتوا ايه طب على كده؟ في كلمة اسمها اديسونيان كرايسيس. ايه اديسونيان كرايسيس؟ ايه افهم اللي انا هقوله ده؟ ثاني يسار هيدروكورتيزول تو بريدنيزون 4 ل 1. لو هياخد 30 مللي جرام هيدروكورتيزون يبقى قدامه 7.5 بريدنيزولون. ال 7.5 دول اديله 5 الصبح و2.5 بالليل عشان نحافظ على حاجة اسمها السيركيديان ريزم. ماشي؟ لسه الإعاقة الذهنية موجودة برضه.
يا عم اي حاجه بقى، اي عفريت بقى، اسمع اللي بقول لك عليه وخلاص. اديسونيان كرايسيس ايمرجنسي. الاديسونيان كرايسيس يعني ايه؟ يعني اكيوت ادرينال انسفيشنس، اس فجاه، يا اما اس فجاه اكيوت اون توب اوف كرونيك، يا اما اكيوت 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 اكيوت. ازاي؟ بص يا ولاد، احنا عارفين دلوقتي ان في دم رايح يغذي السوبرا رينال. ايه رايك لو حصل نزيف والدم ما عرفش يبلع؟ ايه رايك لو الفين اللي بيهي بتصب، هي بتصب الفين، ايه رايك الفين ده حصل فيه ثرومبوزس واتقفل؟ هيبقى دي حاجه جايه ايه؟ اكيوت. ايه راي حضرتك؟ بص اللي جايه دي رهيبه جدا. بص ركز معايا، واحده كان عندها لوبس وانا بديها كورتيزول كميات كبيره جدا من بره، انا بديها 60 ملي جرام يوميا. هو انا كوني بديها كورتيزول من بره، اخبار الغده ايه دلوقتي؟ مش شغاله خالص. قامت الست دي النهارده حبت تنتحر، قالت والله ما انا واخده لكم العلاج، ما خدتش العلاج، اصبح مش واخده علاج من بره، واللي جوه اساسا ايه؟ تدخل في اكيوت ادرينال انسفيشنسي. فهمتوني؟ يعني صادن ستوبج اوف ها اوف كورتيزول. او بص بقى، واحد اديسون عادي جدا، واحد عنده اديسون طبيعي جدا واتعرض لستريس، تعرض لانفكشن، تعرض لسيفير هايبوجلايسيميا فاستنج، يروح داخل في اديسونيان كرايسيس. كلينيكال بيكتشر عشان خاطري ما تحفظش. كلينيكال بيكتشر اسمها ماركت هايبوجلايسيميا اب تو كوما، ماركت هايبوتنشن اب تو شوك، سيفير اثيميا، ما فيش هايبوجلايسيميا محتاجه وقت، مكانها يحصل براني ديسفورميشن اوف ذا سكين، السكين يبقى فيه كده بوع بني كده ويقشر. ماركت هايبركاليميا سيفير نوزيا وفوميتنج ودايريا. حد فاهم حاجه؟ الكلينيكال بيكشر هي بس ايه؟ سيفير. كل حاجه عاملها ايه؟ يعملها سيفير، ومكان هايبر بيجمنتيشن قول براني ديسكوميشن اوف ذا سكين. مفيش وقت للانفستيجيشنز يا ولاد. العيان جاي لي في ايه؟ في ايمرجنسي. ما تجيش تقول بقى، ما تخليش الناس تتريق علينا الله يبارك لك. يقول لك شوف بتوع البطنه بيعملوا ايه؟ ده طالب له شويه حاجات والعيان بيموت. مفيش حاجه اسمها كده. انا دلوقتي عايز انقذ حياته. انقذ حياته ازاي؟ لازم الضغط واطي، ها اديله محلول ملح. السكر واطي اديله جلوكوز، مش كده ولا لا؟ اديله امبول كورتيزول وابدا تابعه، اديله الدوستيرون، ابدا تابع العيان. بعد ما الحاله تبقى مستقره سعادتك، ابدا بعد كده اعمل له بقى انفستيجيشنز وشوف السبب ايه. والمفروض يعني في البلاد المحترمه، المفروض لو في واحد عنده اديسون يخرج من المستشفى يكون معاه كارت. كارت متابعه، وكارت يمشي بيه، يغلفوه كده بطريقه شيك ويبقى معاه، يبقى في جيبه. مكتوب فيه هذا المريض يعاني من قصور في وظائف الغدة الكظرية أو الفوكلوية. إذا وجدت هذا المريض مغمى عليه في أي مكان، يجب نقله إلى أقرب مستشفى وإعطائه محلول ملح وجلوكوز وحقنة كورتيزول سوليكورتيف وريد. فاهم حاجة ولا لا؟ أنا بقول لك العيان ده عنده إيه؟ أديسون. ففرصة إنه يدخل في أديسونيان كرايسيس بتبقى فرصة كبيرة جدا. علشان كده لازم حضرتك تاخد بالك. في سؤال في السوبر هنا كلها؟ على فكرة من أسهل الحاجات يعني. سهل ولا في مشاكل؟ الثايرويد هما سؤالين بس، هما سؤالين ثايرويد فقط، سؤالين فقط بس. قبل ما اقولهم هقول حته كده سريعه يعني. الثايروكسين او الثايرويد جلاند فيها الفوليكلز دي بتعمل ايه؟ ايه وظيفتها؟ تعمل تراب للايودين، تاخد الايودين وتدخله جوه عشان يتحد مع الثايروزين اللي هي بتصنعه. لما يتحد مركب واحد والمولكيول الايودين مع الثايروزين يبقى اسمه مونو. اتكلم يلا معايا، ايودو تايروزين. لما يتحد اثنين مولكيول ايودين زائد التايروزين يبقى اسمه داي ايودو تايروزين. لما يتحد واحد مونو مع واحد داي تي 3. لما الاثنين يبقوا داي، عشان كده بيفصل انا عندي تي 3 وتي 4. اتصنعوا جوه الغده، قعدوا فين؟ قعدوا في الفوليكلز، قعدوا ممسوكين في جلوبلين اسمه ثرايو، اسمه كده ثايرو جلوبلين. لما يبدا بعد كده عشان يطلع انزيم اسمه بروتيز يفكهم من بعض، او يبدا الثايروكسين يمشي في الدم. هذا الثايروكسين لو مشي في الدم كده فري هيشتغل ويبوظ الدنيا، فلازم ربنا يشيله على ايه؟ يشيله على البومين او بري البومين، يتشال على بروتين اسمه ثايرويد بايندنج بروتين. ها بيشيل الثايروكسين، وهنا ده في مشكله. ايه المشكله؟ ايه راي حضراتكم ان هذا البروتين فيه عوامل كثيره بتاثر عليه؟ ليفر سيل فيلير، نيفروتيك مال نيوتريشن تقلله، ها بريجننسي وبعض الهرمونز بتزوده. يعني في عندي ها، عشان كده لما نيجي نعمل تحليل لواحد ما تجيش تقول لي توتال تي 3، لان التوتال بيشمل ايه؟ البروتين. و انا ماليش دعوه بالبروتين، فاحسن من ان نعمل حاجه اسمها ايه؟ نعمل الفريهات. طيب مين اللي بيتحكم في الثايرويد؟ مين اللي بيتحكم فيها؟ هرمون اسمه تي اس اتش، طالع منين؟ إيه؟
من الانتيريور بيتيوتري. ده مسؤول عن الفاسكولاريتي وعن السنس وعن كل حاجه في هذه الغده. طيب معلش يعني هو تي اس اتش ده شغال بمزاجه يعني؟ في حاجه جايه له من فوق من الهايبوثالامس تي ار اتش ها ريليزنج هرمون. ها ده جاي من الهايبوثالامس، يبقى الهايبوثالامس بتطلع ريليزنج هرمون يروح للانتيريور بيتيوتري يطلع تي اس اتش، يروح للثايرويد تطلع ثايروكسين. لما تي 3 والتي 4 يزيدوا هيعملوا انهبيشن للثايرويد وانهبيشن للبيتيوتري وانهبيشن لمين كمان؟ ها للتي ار اتش. مفهومه كده ولا في مشاكل؟ فيها مشكله؟ طيب ايه الاكشن اوف ثايروكسين؟ الثايروكسين ده بيعمل ايه؟ ايه الوظائف بتاعته؟ اهم وظيفه دي بيزود البيزل ميتابوليك ريت والاكسجين كونسومشن. تاني حاجه بيشتغل على الكربوهيدرات، بيشتغل على سوري بيشتغل على الميتابوليزم يعني. ها ولما نقول كلمه ميتابوليزم يعني مكونات الاكل، على الكربوهيدرات وعلى الفات وعلى البروتينز وعلى الفيتامينز وعلى الالكترولايتس او المينرالز. على الكربوهيدرات بص يا ولاد، هو بيعمل حاجتين عكس بعض الحقيقه. هو بيرقص مستوى الجلوكوز، هو بيزود الابزوربشن وده حاجه حلوه قوي ماشي، بس بيزود الكونسومشن، بيعمل له يوتيلايزيشن، بياخده يحرقه، عشان ممكن يبقى عندهم هايبر جلايسيميا ممكن يبقى عندهم هايبو جلايسيميا. هو بيعمل الاثنين. على مستوى الفات بيقلل السيرم كوليسترول، بيزود الاكسكريشن اوف كوليسترول مع البايل، بيزود الاكسكريشن اوف كوليسترول مع البايل، عشان كده الناس اللي عندهم هايبوثايرويديزم يبقى عندهم هايبر كوليسترولينيا. على مستوى البروتين بيزود الكاتابوليزم، يبدا يكسر يعني في العظم يعمل لنا اوستيو بروزس. ممكن على مستوى المسلس يؤدي الى مسل ويكنس ويؤدي الى مايوباثي. على مستوى الفيتامينز دي مهمه قوي، بيحول الكاروتين الى اكتف فيتامين اي، وده مهم يا اولاد. ده مهم ليه؟ عشان حاجتين، اللي ما عندهمش ثايروكسين هيحصل لهم مشكلتين، هيزيد الكاروتين ويقل الفيتامين اي. لما يزيد الكاروتين يخلي الجلد اصفر، ولما يقل الفيتامين اي يخلي الجلد يبقى رف، يبقى عارف الجلد يبقى سكيلي عمال يقشر كده. ها مش كده؟ على مستوى الالكترولايتس بيزود الابزوربشن بتاع كل حاجه، يزود الابزوربشن بتاع كل حاجه. هذا الثايروكسين يا اولاد ها بيعمل بريفرال فازو دايلاتيشن. هذا الثايروكسين بيزود السمباثيتك اكتيفيتي. هذا الثايروكسين في الاطفال مسؤول عن ماتيوريشن لثلاث حاجات، السي ان اس والسكيلتون والجونادز. سي ان اس الواد اللي اتولد ما عندوش ثايروكسين بقى عبيط اخوات وعنده منتر ريتارديشن وبقى شورت ستيتشر وبقى عنده هايبوجونادزم. ثلاث حاجات هو مسؤول عن الثلاث حاجات دول، دوت الاكشن اوف ثايروكسين ماشي، وده الريجوليشن بتاعته. انا عندي مرضين، مرض اسمه ثايروتوكسيكوزيس او مرض اسمه بيكسيديما، عايزين نتكلم عليهم. بصوا سيبك من حته الايديولوجي، الكلينيكال بيكشر بتاعتهم فيها حاجات مشتركه كتير، كلهم بيأثروا على ايه؟ كلهم بيأثروا بيعملوا جنرال مانيفستيشنز وبيأثروا على الجلاند، لازم افحص الجلاند ذات نفسها والجلد مهم والجي اي تي والجونادز واثنين سي اللي هم سي في اس وسي ان اس. واذا كنت انا بتكلم ثايروتوكسيكوزيس فانا عندي حاجه اسمها العينين، مهمه جدا تفحص العينين، دي حاجه هتبقى مهمه قوي. نمسك اول حاجه، نمشي كده مع الثايروتوكسيكوزيس كلمه كلمه، الله يبارك لكم. يلا حاجه حاجه بالراحه كده بالراحه. لما اجي اقول كلمه ثايروتوكسيكوزيس هي زياده الثايروكسين، قد يكون برايمري، البرايمري ده اسمه جريفز ديزيز. جريفز ديزيز بيكون برايمري يعني هي الغده كبرت كلها ديفيوز انلارجمنت، ممكن يبقى زياده بس يبقى عباره عن ايه؟ سوري يبقى عباره عن نوديولز كده، الغده مليانه سكند نوديولز عماله تطلع ثايروكس، او سوليتر نوديول بتطلع ثايروكس، او واحد بياخد ايودين كتير، او في حاجه اسمها فايرال ثايرويدايتس. تقول لي الفيروس بتزود ولا بتقلل؟ في الاول تزود، ممكن تعمل هايبر فانكشن. يعني انا قصدي ان في اسباب كتيره تعمل ثايروتوكسيكوز. اقول لك حاجه، اقول لك حاجتين، ممكن يكون حد بياخد ثايروكسين من بره، تيجي لك بنت تقول لك ده انا عشان اخس باخد الثايروكسين عشان يخسسني، دخلت في ثايروتوكسيكوز. اقول لك حاجه كمان، الهمبرجر بيتعمل من الثايرويد جلاند بتاعت الحيوانات،
مش كده بيستخدم برضه في التخسيس الهامبرجر. في حاجه اسمها برجر سيروتوكسيكوز. ايه رايك؟ قصدك ايه يا دكتور؟ قصدي انا خايف من الكلمه اللي جايه. فتحوا مخكم دقيقه واحده بعد سنه في الاوريال وبعدين نام. بص يا دكتور، مش كل ثايروتوكسيكوز هايبر ثايرويدزم. والله كلام يصعب على امثال الدكتور. ولا ايه الفرق بين الثايروتوكسيكوز والهايبر ثايرويدزم؟ هايبر ثايرويدزم از هايبر فانكشن اوف ثايرويد جلاند بس. امال ثايروتوكسيكوز هو زياده الثايروكس سواء من الثايرويد او من اي مصيبه ثانيه. اتفهمت ولا لا؟ بس خلاص دي العده بتاعت الثايروتوكسيكوز كاتيولوجي مش عايزها. اهم حاجه عندي برايمري ثايروتوكسيكوز اللي هو اسمه جريفز ديزيز. هذا الجريفز مرض اوتو اميون. ايه دليلك ان هو اوتو اميون يا دكتور؟ اكتر في الستات 8-1. ها بيكون معاه اوتو انتي بوديز، في حاجه اسمها ثايرويد ريسبتور انتي بودي، وهذا الانتي بودي من الاستيميولاتوري فورم. يعني ايه بقى الكلمه الجديده دي؟ الانتي بوديز اللي بتطلع غالبا بتعمل انهبيشن، بتعمل انهبيشن للحته اللي رايحه لها. الثايرويد ريسبتور انتي بودي طلع نوع اسمه تايب 5 هايبر سنسيتيفيتي ريأكشن، ده بيروح على ريسبتورز ويشغلها ما يوقفهاش. ها الثايرويد ريسبتور انتي بودي له ستيمولاتوري افكت وليس انهبيتوري افكت. ممكن المرض ده يكون هلا، هلا اسوسيشن، يعني الناس التي تشارك في نفس الهلا ربما يحصل لها نفس الايه؟ ها نفس الامراض. مفهومها هلا كام ده؟ بي كام؟ بي 8 ودي ار 3. هلا بي 8 ودي ار 3 اللي هو الهلا الاسوسيشن بتاعتنا. يبقى ده الايتيولوجي. خلاص يبقى الايتيولوجي هو هلا اسوسيشن او ربما يكون اوتو اميون ديزيز. هو غالبا خلاص هو اوتو اميون ديزيز، دي مش عايزه كلام. التايب اوف بيشنت فيميل، ها 8-1 اوتو اميون ديزيز بيحصل برضه من 20-30 سنه. الكلينيكال بيكتشر هنقعد نملى الفراغات دي كلها عشان خاطر حضرتك تحط خمس حاجات بحرف الجي ثم سي بي اس سي ان اس اي، هتوضح العناوين وتلغي بقى جوه. يلا كلمه كلمه كده بالراحه جنرال، انا هسال ورد عليك. الناس اللي عندهم ثايروتوكسيكوز اخبار الاكل كتير والوزن بس ما بوليفيجيا ويت لوس عشان كلمه واحده زياده البيزل ميتابوليك ريت. طب مش البيزل ميتابوليك ريت ده بيطلع حراره؟ اللي عندهم ثايروتوكسيكوز عندهم هيت انتولرنس هوت انتولرنس ولا كولد انتولرنس؟ طبعا مش قادر يتحمل الايه؟ حتى تقول له تحب الصيف ولا الشتاء يقول لك احب الشتاء، ما تقولش الصيف ابدا. الناس بتوع جنرالي برضو يكون عندهم، بص يا دكتور عندهم بوليوريا فظيعه جدا، بوليوريا فظيعه قوي. وافهمك بيدخل الحمام اللي عنده ثايروتوكسيكوز رايح جاي على الحمام ليه بقى؟ عنده بوليوريا رهيبه جدا. ليه؟ مش هو بياكل كتير؟ واكيد اللي بياكل كتير مش عايز اتكلم، اكيد بيشرب كتير مش كده وبس. الووتر ده ممكن يبقى اند برودكت، اند برودكت من البيزل ميتابوليك ريت، يعني بيطلع من كتر الميتابوليزم ناتج ميه كتير. ده احتمال. الاحتمال الثالث مش بيكون عندهم هايبر دايناميك سيركيوليشن، يعني لينا البلاد فلو بيبقى ايه؟ يبقى لي ثلاث حاجات يعملوا بوليوريا في عين الثيروتوكسيكوز. بيشرب كتير مع البوليفيجيا، زياده البيزل ميتابوليك ريت تزود ميه برودكشن ووتر برودكشن. نمره ثلاثه زياده رينال بلاد فلو. مفهومه؟ طبعا شكله هيبقى حد رفيع ولا تخين، اكيد هيبقى حد رفيع بتاع الثيروتوكسيكوز. الجلاند واحد عنده جريفز اخبار الغده ايه؟ كبيره. ها تقول له ابلع ريقك تلاقيها بتتحرك معاك. تيجي تمسكها هتبقى سوفت نوت تندر، ممكن تحس عليها ثريل. مش دلوقتي لما تكون هي هايبر اكتف يجي لها دم كتير احس عليها ثريل. حط السماعه اسمع ايه اسمه ايه القطر اللي بتسمعه عليه؟ سوبيريور ثايرويدال ارتر. ده اول برانش من مين؟ من الاكسترنال كارود، ده اللي كان بيغذيها مش كده ولا لا؟ ممكن تكبر قوي يا اولاد، تكبر تبقى حجم عائلي كده. حجم عائلي. بص يا دكتور انت جاي تنام يا ريس، ما تفهم اي حاجه ولا تكتب اي حاجه. تعمل معكش اي حاجه ماشي، تعمل ريتروسترنال اكستنشن، يعني بدل ما هي هنا بس تنزل كده ما تشوفش اللور بوردر بتاعها. حتى لما بنيجي نعمل كده في البركشن مش كان في خطوه كده بركشن؟ عشان لو حصل ريتروسترنال اكستنشن. مفهومه؟ دي الجلاند. السكن، السكن الناس دول يبقى عندهم اهم حاجه لما تيجي تسلم عليه ايده ايه؟ وورم وسويت، وورم وسويت. الشعر يبدا يقع، الهاند تبقى وورم وسويتي. دي كلمه مميزه جدا. ممكن يحصل لهم بقى اكروباتي زي كلابينج، فاوتو اميون ديزيز يحصل معاه، يحصل معاه كلابينج. وبعض الحالات اسمع الكلمه دي وعلم عليها عشان خاطري، بري تيبيال ميكسيديما. يحصل ديبوزيشن لميكزيمتا ستيشو قدام التيبيا عند الشين اوف تيبيا. دي بتحصل مع الهايبر ومع الهايبو مع الاثنين.
تحصل مع الهايبر ومع الهايبو. ها بري تيبيال ميكسديما كلمه مهمه ماشي. على مستوى الجي اي تي احنا قلنا يبقى عندهم بوليفيجيا، يبقى عندهم بص يا دكتور ساعات يبقى عندهم دايريه. دايريه ليه؟ هايبر موتيليتي للانتستين، الانتستين شغال. كاوتو اميون ديزيز ممكن يحصل لهم ليمفادينوباتي وسبلينوميجالي. كاوتو اميون ليمفادينوباتي وسبلينوميجالي. على مستوى الجونات افهم الحته دي عشان خطيره بقى. لو بنت وعندها ثايروتوكسيكوزيس، مش الثايروتوكسيكوزيس يعني التي 3 والتي 4 زياده؟ اه اخبار التي اس اتش ايه؟ قليل. طب بص التي اس اتش اخواته اف اس اتش وال اتش. لما يبقى التي 3 والتي 4 عاليين يبقى التي اس اتش والاف اس اتش والال اتش يبقوا انهم البنت دي يحصل لها اوليجومينوريه او امينوريه عكس ما انت متوقع. كل حاجه في الثايروتوكسيكوزيس شعللها شعللها الا عندها امينوريه ها او اوليجومينوريه. طب ايه رايك معلش بالمره لو واحده ست عندها برايمري هايبوثايرويديزم مفيش تي 3 وتي 4 يبقى تي اس اتش واخواته عاليين خلاص هيحصل لها منوراجيا مفهوم ولا لا؟ يبقى الثايروتوكسيكوزيس بتعلي كل حاجه الا المنزل والهايبوثايرويديزم بتوطي كل حاجه الا. اتفهمت ولا لا؟ مفهومه؟ طيب على مستوى السي في اس عندهم هايبر دايناميك سيركيوليشن مش يا ابني الثيروكسين بيزود الكونتراكتيليتي كسمباثيتك ويعمل بريفرال فاز دايتيشن يقلل الدايستول. لما تكون حاجه بتزود السيستول وتقلل الدايستول يعني الجاب اللي بينهم تبقى ايه؟ كبيره. لما تكون الجاب اللي بينهم كبيره دي اسمها هايبر دايناميك سيركيوليشن. فهذه الهايبر دايناميك سيركيوليشن ربما تؤدي الى هارت فيلير يحصل لهم اريثميا. بس السؤال في اتجاه التاكي ولا البرادي؟ All types of tachyarrhythmia may occur and the commonest one is atrial fibrillation. Atrial fibrillation is a very common. Heart failure may occur. ممكن يحصل لهم كمان heart failure, high cardiac output heart failure. مفهومة؟ على مستوى الـ CNS أكتر association في الطب كله ما بين حاجتين. ما بين myasthenia gravis و thyrotoxicosis. أكتر مصيبتين يجوا مع بعض. الست اللي عندها ثايروتوكسيكوزس بيحصل لها مايثينيا واللي عندها مايثينيا بيحصل لها ثايروتوكسيكوزس. دايما الاثنين يجوا مع بعضيهم لكن ما يمنعش مع اللونج ستاندنج مع اللونج ستاندنج ثايروتوكسيكوزس العضلات تعبت خلاص وخلاص اتدمرت وحصل ماركت ويستنج يجوا لنا الناس دول بمايوباثي. كحته سايكاتري اخبارهم ايه؟ اللي عندهم ثايروتوكسيكوزس عندهم ايه؟ اريتابيلتي نيرفزنس روحه في مناخيره عايز يتخانق مع اي حد مش كده ولا ايه؟ ها حد مهايبر بينام كويس ولا لا؟ عنده انسوميا مش عارف ينام اصلا مش كده؟ ها فدي كلمات مهمه جدا مهمه جدا مع الناس اللي عندهم ثايروتوكسيكوزس. يا اولاد العناوين اتحفظت انا مش خايف من اللي في النص. ما هو ثايروتوكسيكوزس زود بس خد بالك في المنزز ها اوليجومينوريا لكن اي حاجه بعد كده زودها. مش عارف الاي ساين اقولها ولا مقولهاش؟ ايه رايكم تقولوها انتوا؟ الاي ساينس على حاجتين يا نون انفلتريتيف ما دي كلمه انتوا عارفينها وبعدين بقى طب يلا بس خليك معايا كده من كتابك وافهم اللي انا هقوله ده يلا واحده واحده. نون انفلتريتيف يعني ايه؟ مش في عضله هنا بترفع الجفن اسمها مولرز ماسل مين اللي بيغذيها؟ طب لما تعرف حضرتك ان السمباثاتك بيغذي هذه العضله المولرز ماسل والسمباثاتك شغال قوي فالعضله مالها مجهوده قوي فتلاقي عم مبرق كده يبص لك ليه مبرق. دي اسمها ستيل وايت ساين اللي هو انفريكوانت بلينكينج وستيرنج لوك صح ولا لا؟ اسمها ايه؟ ستيل واك ساين ستيل فاك او ستيل واك ساين. تاني حاجه دار ليمبل ساين. ايه دار ليمبل ساين؟ تلاقي في ريم اوف سكليرا بتوين الابر ايليد والكورنيا. ليه كده؟ لان بص هو مبرق لك فالعين دي مالها الجفن مرفوع لفوق فتلاقي في ريم اوف سكليرا اسمها دار ليمبل ساين. نمره ثلاثه العيان ده لو جيت قلت له بص لتحت بص يا دكتور المفروض لما انا ابص كده عيني بتنزل ومعاها مين؟ العيان ده العين تنزل بعديها بشويه الجفن يتاخر. ليه الجفن بيتاخر؟ عشان في عضل عماله تشده. تقول له غمض عينيك. هو غمض عينيك دي فيها مصيبه ليه؟ لانه عايز يغمض والمولر عايزه تطلع يبدا يحصل له تريمورز اسمها روزنباخ يحصل تريمورز اون تراينج تو كلوجر. برضه الناس اللي عندهم المولر ساين المولر ماسل شغاله قوي يبان كده عندهم ايه بيسموه ايه؟ ها سودو اكسوفسالموس او فولس اكسوفسالموس ها او ابارنت اكسوفسالموس مش اكسوفسالموس حقيقي. هو الفكره ان هو مبرق بس. طب انفلتراتيف يعني ايه؟ يعني في مواد ها ايمينوجلوبلين مع ميوكوبوليساكارايتس بتعمل انفلتريشن
تيجي تقع، تيجي تقعد ورا العين، تزق العين لبره، تعمل اكس اوف سالموس. اعرف ازاي ان واحد عنده اكس اوف سالموس؟ بثلاث حاجات. اهم حاجه ماستر رولر تيست، ها العين عليها حارسين فوق وتحت، العين ده يا تحط فوق يا تحط تحت، صح ولا لا؟ لان العين مالها طالعه بره. تاني حاجه لما تيجي تبص من الجنب، ده اسمه ايه؟ سوبرا اوربيتال سالكس. هتلاقي العين ده اوبليتري، انا عندي سالكس اهو، هو ما عندوش سالكس. ليه؟ لان العين مالها طالعه لبره. نمره ثلاثة، هتقعد العين قدامك وتيجي تبص كده من وراها. فانا لما اجي ابص انا من هنا، انا ابص له كده كده، المفروض ان انا اشوف الايه؟ هنا في حاجه وفي حاجه، اشوف المجزله، هلاقي نفسي شايف الكورنيا. لو شفت الكورنيا ده اسمه نافزينجر تيست، معناه ان انا عندي اكس اوف سالموس. اقول له بص لفوق، اي حد لو قلت لك بص للسقف تعمل ازاي؟ في كورجيشن. العين ده مش محتاج يعمل كورجيشن. ليه؟ لان العين طالعه لبره اصلا. تيجي تقول له بص على الالم ده، تعمل له اكوموديشن، بيحصل انفلتريشن للميديا الريكتال، تلاقي عين راحت والثانيه لا، يبقى اسمها موبيا ساين، موبيا ساين. واخيرا طبعا تلاقي في سويلنج في الايليد وسويلنج في اللاكريمال جلاند، مفهومه؟ دول اسمهم اي ساينس اوف ثايروتوكسيكوزس. اللي ملوش في المذاكره، ملوش في المذاكره، هيقول كده دكتور ماست بي فيري سمبل او سنسيتيف، ها دار ليمبل روزنباخ موبياس فون جريفز ستيل واك ساين. يبقى انت قلت الخمسه الكبار، ها دار ليمبل روزنباخ موبيس فون جريفز، فون جريفز اللي هو ايه؟ ليد لاج يعني، وستير واكس ساين. مفهومه كده ولا لا؟ ها يبقى دي كده كل اللي قلناه ده على بعضه اسمه كلينيكال بيكشر اوف ثايرو توكسيكوزس. يلا انفستيجيشنز فور ثايرو توكسيكوزس، تعمل ايه؟ بنفس الطريقه بتاعتنا، عايزين هرمونال ها ليفل، ها بعتقد بنشوف كده هرمونال ليفل. يلا يا دكتور هعمل تي 3 وتي 4، بس في مشكله لو عملت التوتال عندي حاجه اسمها بروتين، فالاحسن ان انا اعمل ايه؟ 3 تي 3 و 3 تي 4 و تي اس اتش. هنلاقي الفري تي 3 والتي 4 عاليين والتي اس اتش يبقى، وبصراحه ده المهم، ده المهم. في كلمه حقيره جدا اسمها تي 3 ريزن ابتيك، اقولها ولا بلاش؟ مش عايز اقولها اصلا، مش عايز اقولها. اقولها؟ طيب هقولها. واحد عنده ثايروتوكسيكوزس، ماشي؟ لو احنا مدينه من بره ثايروكسين مشع، تديله من بره تحقن له ثايروكسين مشع، مش هو عنده ثايروتوكسيكوزس؟ دلوقتي لما يكون عنده ثايروتوكسيكوزس، الاماكن المشغوله في البروتين اللي بيشيله عامله ايه؟ مليانه على الاخر، والاماكن الفاضيه قليله، فانا اديت ثايروكسين مشع من بره. هذا الثايروكسين المشع يدخل يمسك في الاماكن الفاضيه، هيمسك بكميه قليله، لكن السواد الاعظم او الكميه الكبيره تبقى موجوده 3. ها فهو انا مدي حاجه اسمها ريزن يدخل يقيسها فيلاقيها كتير. صباح الضياع. هيتنحوا لي بقى. واحد عنده ثايروتوكسيكوزس، حلو؟ الثايروكسين اللي راكب الاوتوبيسات عامل ايه؟ الاماكن الفاضيه في الاوتوبيسات. طب انا مركب ناس الاوتوبيسات دي، بس مركبهم ايه؟ لابسين تيشيرتات حمراء عشان اميزهم. قلت لهم انتوا 50 واحد ادخلوا يلا اركبوا جوه. ها فدخلوا عشان يركبوا، خمسه اللي ركبوا 45 بقوا موجودين ايه؟ لما اجي اعدهم لازم اجيب واحد ريزن زملكاوي عشان يعدهم. فهو عامل ايه؟ اقوم مدي ريزن، الريزن ده يعد لي الثايروكسين المشع اللي موجود في ليه؟ يبقى اخباره ايه؟ طب ممكن تقول لي اكزامبل؟ واحدة عندها هايبوثايرويديزم، يبقى الثايروكسين قليل، الاوتوبيسات فاضية، اديت انا ثايروكسين مشع من بره ملى الاوتوبيسات، اصبح اللي موجود بره اديت ريزن ها عشان يقيسه، لقيت كميته ايه؟ انا مش عايز كل ده. تي 3 ريزن ابتيك عالي مع الثايروتوكسيكوزس، قليل مع الهايبوثايرويديزم، بس خلاص. مفهومة ولا لا؟ واضحة؟ طيب هعمل بص يا دكتور، ده انا يهمني دول 3 تي 3 3 تي 4 تي اس اتش تي 3 ريزن ابتيك، مش عايز اي حاجه تاني، عايز هرمونال افكت. هرمونال افكت يهمني الكوليسترول هيبقى قليل، ها السيرم كوليسترول هيبقى ها قليل. لما تحب تعمل هرمونال افكت تعمل ايكو على القلب، اعمل اي سي جي ها عشان الافكت امشي السيستمز كلها اللي ليها انفستيجيشنز اعملها. عايز اصور الغده، بصورها ازاي بقى؟ الترا ساوند او ايستوبيك سكان، بدي ثايروكسين مشع واصور بالجاما كاميرا، بصور الحاجات تشوف الابتيك بتاعها ها عامل ايه. لو شكيت ان فيها ماس ولا حاجه، في حاجه اسمها فناك، فايند نيدل اسبيريشن سايتولوجي، هلم الدنيا عشان الحته دي رخمه. هعمل 3 تي 3 3 تي 4 تي اس اتش تي 3 ريزن ابتيك، خلاص هرمونال افكت، عامل السيرم كوليسترول ها ممكن اعمل له ها ممكن اعمل له اي سي جي واعمل له ايكو عشان اطمن على القلب. عايز اصور الغده الترا ساوند ها او ايستوبيك سكان، مسح ذري على الغده ها
او اعمل لها فناك. اذا كان عندي ماس عندي سوليد ماس ولا حاجه ممكن اعمل لها فايد نيدل اسبيريشن سايتولوجي يبقى لي انفستيجيشنز. تريتمنت اوف سايتوتوكسيكوزس في اربع حاجات في العلاج: ميديكال وفي راديو اكتيف ايودين وفي سيرجيكال وفي تريتمنت اوف كومبليكيشنز. اللي عليك حاجتين: ميديكال وتريتمنت اوف كومبليكيشنز. ميديكال وتريتمنت اوف كومبليكيشنز. اوكي ميديكال، مين العيان اللي عنده ثايروتوكسيكوز اللي هتعمل له ميديكال تريتمنت؟ والله البرايمري. حتى السكند لو واحد عنده توكسيك نوديول وانا قررت ان انا اشيلها، لما اشيلها لازم يكون العيان ده متظبط، لازم يكون ايو ثايرويد. لماذا؟ بص يا اولاد، انا دلوقتي لما اجي افتح هنا وابدا افعص فيها كده اعمل حاجه اسمها طبعا كميات كبيره ثايروتوكسيك كرايسيس، لازم قبل العمليه اكون مظبطه كويس. ها طيب، يبقى انا هعمل ميديكال لمين؟ ميديكال في البرايمري، ميديكال للسكندري بري اوبرتيفلي. ميديكالي لواحده ست طبعا حامل، يعني مش هقولها تدخلها تعمل الاشعاع ولا حاجه وهي ست حامل. طب مين ما ينفعش اعالجه ميديكالي؟ لو كانت كبيره او سسبشن اوف مالجنسي، لو في مالجنسي شيلها. لو هي كبيره ركز معايا في الحته دي، هي الغده كبيره عامله ريترو سيرنال اكستنشن وانا اديته ادويه، مش الادويه بتقلل الثايروكسيد؟ ازود تي اس اتش والغده هتكبر اكتر. لا ما انتوش فاهمين، هي الغده كبير وانا عملت سبريشن للتصنيع فالثايروكسين بقى قليل فالتي اس اتش هيبدا. طب هو التي اس اتش اصلا بيعمل ايه فيها؟ بيكبرها، عشان كده ما ينفعش. طب هعالج ازاي ميديكالي؟ ها ميديكالي طبعا سيداتيف وترانكيولايزر عشان يهدى كده. بروبرانولول 40 مللي جرام ثلاث مرات في اليوم. كل ده لازمته ايه؟ مش الثايروكسين بيزود السمباثيتك اكتيفيتي، انا عايز حاجه تجيب لي اكشن سريع على القلب واكشن سريع على البريفري وتوقف التريمورس والسويتنج والحاجات دي، يبقى لازم ادي مين؟ ادي بروبري، بدي سيداتيف وترانكيولايزر وهدي مين؟ ها وهدي البروبرانولول واظبط اكله بقى، غذيه كويس والبروتينات والحاجات دي لانه الدنيا عماله تتكسر. ماشي يا اولاد؟ الحاجه الثانيه هبدا اديله انتي ثايرويد، لازم تكون حافظهم زي اسمك. الانتي ثايرويد على نوعين، في نوع اسمه ثايوراسين ها وفي نوع تاني، وفي نوع تاني ها اللي هو النيوميركازول. الثايوراسيل اللي هم البروبايل ثايوراسيل او الميثايل ها ثايوراسيل، دي ادويه حلوه. هو سواء كان يعني اي انتي ثايرويد بيشتغل ازاي؟ بيمنع البايندنج اوف ايودين تو تيروزين. هو وظيفه الغده ايه؟ تاخدهم وتدخلهم مع بعض، هو بيمنع هذه البروسيس وبالتالي بيمنع التصنيع. البروبايل ثايوراسيل او الميثايل ثايوراسيل دي ادويه ها بلس كده كمان بتمنع تحويل التي 4 لتي 3، والتي 3 ده هو اللي بيكون الاكتف فورم. اول واحد ها ميثايل ثايوراسيل الجرعه بتاعته 200 مللي جرام ثلاث مرات في اليوم لمده اربع اسابيع، بعد كده اخلي نص الجرعه 100. النوع الثاني البروبايل نصها 100 ثم 50، يعني 100 مللي جرام ثلاث مرات في اليوم، بعد كده يبقى ايه؟ يبقى 50. احسن منهم نيوميركازول، نيوميركازول ها اللي هو اسمه في ال اسمه ايه؟ كاربمازول. اسمه في الصيدليه كاربمازول. دوت يا اولاد القرص الواحد اصلا، القرص الواحد ها بيكون 5 مللي جرام. انا بدي العيان دوت بديله قد ايه بقى؟ بديله 4 في 3، يعني بديله 12 قرص في اليوم، يعني بديله 20 مللي جرام ثلاث مرات يوميا لمده اربع اسابيع ست اسابيع، بعد كده اخلي نص الجرعه. وطول ما انا بدي على فكره هتحفظ الجرعات اللي انا قلتها. ميثايل 200 ثم 100، بروبايل 100 ثم 50، ثم بعد كده اللي هو النيوميركازول 20 ثم 10، كل ثلاث مرات في اليوم وكل اورال. هتتحفظ وهتتقال، هتتحفظ مهمه مفهومه؟ طيب هتابع ازاي بالتي اس اتش؟ مش انا يا ابني هو عنده ثايروتوكسيكوزس والتي اس اتش قليل؟ انا هفضل اديله الادويه لغايه لما التي اس اتش ينظبط، لازم اخلي التي اس اتش يرجع نورمال، يبقى الفولو اب بتاعي بالتي اس اتش. الادويه دي بتعمل الرجي، بتعمل نيوتروبينيا، بون مارو سبريشن، لازم وانا بدي الادويه دي كل شويه اعمل له سي بي سي. ها سي بي سي لازم داي، لازم كل اسبوع او اثنين تقعد تعمل له سي بي سي. لو حصل سيفير نيوتروبينيا لابد ان انت توقف هذه الادويه مباشره، ده كلام مهم. ماشي يا اولاد؟ يبقى دوت اسمه ميديكال تريتمنت. اسمع، ميديكال تريتمنت فور كومبليكيشنز. خليك معايا. واحد عنده اكسوسانس، انت خايف من ايه؟ كورنيال ألسر، وبان اوف سلمايتس وبلايندنس. يلبس نظارة شمس اوكي ماشي. حط له قطرة، معلش افهم بس الحتة دي. هدي له قطرة اسمها جوانيثيدين. جوانيثيدين سيمباثوليتيك. بيوقف الريليز اوف كاتيكولامين.
يبقى في هذه الحاله العضله تبدا تنخي. طب ما استجابش معايا وادي له مرهم وبتاع، او اعمل له حاجه اسمها ترسورافي. ايه ترسورافي؟ هقفلك ليه بقى؟ عشان عينه ما تبقاش كده مفتوحه على البحر يعني. الحاجه الثانيه لو هو عنده بريتيبيال ميكسيديما حطوا عليها توبيكال ستيرويد اسمه بيتا ميثازون، ها اللي هو بيتا ديرم في الصيدليات، بيتا ميثازون. لو العيان دوت عنده هارت فيلير، انتي فيلير ميجرز، دايوريتيك وريستو سولت ريستريكشن، عنده اي اف اديله ها ديجيتاليز. يبقى انت بتعالج الايه؟ ها بتعالج الكومبليكيشنز، يبقى لازم تتكلم على تريتمنت اوف كومبليكيشنز. طيب يا دكتور حته بقى اللي هو راديو اكتف ايودين والسيرجيكال، ده شغل جراحه، تبقى عارف بس كلمه عن كل واحده مش فارقه معايا كتير. في كلمه كامرجنسي اسمها ثايروتوكسيك كرايسيس. يعني ايه ثايروتوكسيك كرايسيس؟ دكتور ممكن ما تحفظش. يعني ايه ثايروتوكسيك كرايسيس؟ يعني حصل زياده رهيبه جدا في الثايروكسين مره واحده. طب دي هتحصل ليه؟ اكتر حاجه تعملها lack of pre-operative preparation. واحد قرر نعمل له سبتوتال ثايرويدكتومي ولا حاجه، قبل العمليه لازم نخليه ايه ثايرويد، ما عملناش كده ودخلنا شيلنا عملنا راف مانيبيوليشن. هذه الراف مانيبيوليشن ديت جرعه كبيره جدا 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 من الثايروكسين مشيت في الدم، واخد بالك؟ او يكون حصل له انفكشن او يكون تعرض لستريس هتبدا تزيد في الدم. العين دوت المشاكل مينلي على السي في اس والسي ان اس. انا عندي سيفير تاكي كارديا، ماركت اتريال فايبريليشن، فنتريكولار فايبريليشن ديث. العين دوت سي ان اس سيفير اريتابيلتي، ماركت تريمرز. على مستوى الجنرال حرارته عاليه جدا، عنده هايبرثيرميا، ممكن تكون هي الكوز اوف ديث. مين يتوقع؟ واحد في سايروتوكسيك كرايس اعمل له ايه؟ هوسبيتاليزيشن. ارميه في بانيو ثلج، ماشي. اعمل ايه؟ هديله بيتا بلوكر ضروري جدا، بديله نص مللي جرام لكل كيلو جرام من وزنه بروبرانولول انترافينوس. ما حدش يقول لي اورال بقى. انت دلوقتي في حاله ايه؟ انت في حاله امرجنسي. بس للاسف الانتي ثايرويد ما فيش منها غير اورال، تبدا تديها اورال. مفهوم ولا لا؟ يبقى انا هديله بيتا بلوكر ها وهنزل الحراره وهدي انالجيزك وانتي بايريتك سيمتوماتيك، بلس ان انا ادي الادويه وابدا اشوف السبب طبعا واعالجه. ثايروتوكسيك كرايسيس بتنزل جراحه اكتر من بطنه، لكن تبقى عارف عنها دي حاجه من الاندوكراينال امرجنسيز. ماشي يا ولاد؟ ميكسيديما في 10 دقائق، ما تاخدش اكتر من كده عشان يبقى حرام اصلا. يبقى حرام. ميكسيديما هايبوثايروديزم، يعني برايمري هايبوثايروديزم، يا اما برايمري يا اما سكندري. برايمري المشكله في الغده. ايه اللي ممكن يجي في الغده يا ولاد؟ ايه الحاجه اللي تيجي في الغده وتخليها مش فارقه؟ اوتو اميون، موافق ها؟ بس كده سيرجري. واحد كان عنده سيرتوكس جوز دخلنا شلناها ضربناها ها؟ ايه رايكم في انفلاميشن ثايرويدايتس ها؟ اوتو اميون ديزيز، هاشيموتو، ريدلز، تبقى ريبليسد فايبرس تيشو. دي كلها اسباب صح؟ ايه راي حضراتكم دكتور؟ ايه رايك لو انت اديت واحد انتي ثايرويد ميديكيشنز كتير؟ ها صح؟ ايه رايك واحد عنده انديميك او مجموعه بقى قريه ولا بلد ولا محافظه ها انديميك ايودين ديفيشنسي؟ دايما اللي في الجغرافيا بيقول لكم في بلاد ساحليه وفي بلاد قاريه. البلاد الساحليه ما يحصلهمش ايودين ديفيشنسي. البلاد اللي هي جوه ما بتطلش على البحر دي يبقى عندهم ايودين ديفيشنسي. الايودين ده جاي منين اصلا؟ جاي من البحر يعني، واخد بالك؟ الناس اللي على السواحل ما يحصلهاش حاجه، الناس اللي جوه ها دول يحصل لهم، فاهميني ولا لا؟ طيب الفكره كلها مثلا الاخوه في الخرطوم عندهم ثايرويد كتير جدا، مش كده يا اسامه؟ ما عندكوش انتوا ما عندكوش بحر؟ عندكم ملاريا كمان؟ الاثنين يعني عندكم جويتر وملاريا الاثنين؟ كتير. تلاقي في بلاد كده لما تبص على الخريطه كده تلاقي ايه؟ تلاقي بقى مثلا في وسط اوروبا كده ما بتطلش على بعض. فدي تلاقي دايما عندهم الثايرويد. بداوا يعملوا حاجه، بيعملوا حاجه بيحطوا الايودين ده في العيش. ها في العيش او في ملح الطعام. ها فده عشان يعوضوا نقص الايودين. عموما ماشي، دي الاسباب سهله. ممكن بقى يا دكتور ممكن ما تبصش في كتابك اولا، ولا تعملوا جمهوريه ليبيا ورا ولا ايه؟ خليكم معايا في مال. بس هو عارف حاجه؟ مين اللي بيسال مين؟ اذا كان كده ماشي، انت اطلع من الموضوع انت يعني. طب قول لي بس، قول لي عايزين كلينيكال بيكشر اوف هايبوثايروديزم ببساطه. ها عندي نفس العناوين ما عدا كلمه اي. ها يلا نفس العناوين جنرال. افتكر المحاسبه، حد عارف المحاسبه؟ الشخص ده يبقى تخين ولا رفيع؟ تخين. بياكل ولا ما بياكلش؟ ما بياكلش، بس عمال يحصل له ايه؟ ويت جين، صح ولا لا؟ يعني مشكلته ان هو ايه؟ دايما يبقى في عندنا ويت جين. حر ولا برد؟ برد.
مش قادر يتحمل البرد، ها؟ طب نشيط ولا كسلان؟ كسلان. طب الجلاند، الجلاند ممكن تبقى كبيره، وعلى فكره الاكثر انها تبقى كبيره. ليه؟ مش دلوقتي التي 3 والتي 4 قليلين، يبقى تي اس اتش ايه؟ هيعمل ايه في الغده؟ هيكبر. ممكن الاقي سكار طبعا، ممكن الاقيها تندر لو كان في ثايرويدايتس، ممكن الاقيها خشبه، خشبه ريدلز انفلتريتد فايبر ستيشن، اي حاجه ممكن تحصل. ممكن الاقيها اتروفايد باوتو اميون ديزيز زي ما حصل. طيب على مستوى الجلد في كام كلمه بقى؟ ثيك، رف، سكيلي، لوس اوف هير. في ديبوزيشن لميكزيم تستشن، فالسكين يبقى ايه؟ تخين، الجلد تخين، مفيش فيتامين ايه، فيبقى رف، سكيلي، بيقشر. بيحصل يا اولاد يبقى لونه اصفر عشان هايبر كاروتينيميا موافق. بس بص بقى، ديبوزيشن الميكزيم تستشن تحت السكين كده بيوقع الهير فوليكلز، يحصل لهم ايه؟ لوس اوف اوتر وان ثيرد اوف اي براو، الوبيشيا توتالس، الوبيشيا يونيفرسالس. ليه؟ لوس اوف هير، والجلد يبقى لونه اصفر. مفهومه دي ولا لا؟ طيب راجع الستيروتوكسوز، كان الجلد بتاعهم ايه؟ مويست وورم، هنا كولد ودراي، كولد ودراي، فازو كونستريكشن، مفيش لاك اوف فازو دايلاتيشن. مفهومه ولا لا؟ واضح؟ هشام معايا ولا بتنام؟ طيب على مستوى الجي اي تي، انوريكسي ويت جين كونستيبيشن بالاخر، كونستيبيشن، ممكن تلاقي الفانج يبقى كبير شويه، يحصل ديبوزيشن للميكزيم تستيشن. لكن هو فعلا كلمه مهمه كونستيبيشن، ليه؟ الكول ما بيتحركش، اللي كان بيحركه كان الثيروكسين اب تو ان هم حتى بعد ما بيخفوا يبقى الكول معلق على الوضع ده، يحصل حاجه اسمها انرجي، ها انرجي مش عارف يشتغل. طيب نخلصوا من دي الجونات، منوراجي شرحناها، منوراجي. طيب على مستوى السي في اس، بريكارديال ديزيزز ممكن يقفل الميكزيم تستيشن، يقفل الكابيلاريز اللي بتكون اصلا بريكارديال فلويد، او سوري اللي هي بتعمل درينج البريكارديال فلويد، يبقى في بريكارديال انفيوجن. اسمع الحته دي عشان وحشه قوي، بيحصل ديبوزيشن للميكزيم تستيشن في البلاد فيزكس، بلس ان احنا عندنا هايبر كوليستيروليميا اهي، هايبر كوليستيروليميا، هايبر كوليستيروليميا وديبوزيشن للميكزيم تستيشن في البلاد فيزكس، ولاك اوف فازو دايليتور افكت اوف ثيروكسين، ثلاث حاجات تعملوا هايبر تنشن. ديبوزيشن للميكزيم تستيشن، اثروسكلروزس، لاك اوف فازو دايليتور افكت اوف ثيروكسين، كل دول يعملوا لنا هايبر تنشن. طيب يحصل لهم اسكيميك هارت، ايوه طبعا مش في اثروسكلروزس، بس بيبقى ايه؟ قلب اصلا فيه برادي كارديا، فما يشتكوش من حاجه غير لما نبدا نعالجهم. يعني دايما شكوه المريض من التشست بين امتى؟ لما تبدا تعالجه. ليه بقى؟ لان وانت بتعالجه دلوقتي، وانت بتعالجه ايه اللي بيحصل؟ اثناء العلاج ببساطه انت بتبدا تزق القلب يتحرك شويه، فاحتياجات القلب تبدا تزيد، ووجود الاثروسكلروزس تبدا تظهر معاه. ممكن يحصل لهم كارديومايوباثي ويجي لنا بهارت فيلير، يبقى دي كلها مشاكل. على مستوى السي ان اس، كاربال تانل سندروم، بريفرال نيورون، على مستوى الدماغ بقى ابد ابد، سلو ثينكينج او سلو سيليبريشن، هايبر سومنيا، نايمه على نفسها على طول. طبعا اب تو ميكس ديمتا، لو اتعرضت لبرد شديد ممكن تدخل في ميكس ديمتا سكوما القاتله القاتله. طيب لو جيت عملت لها الني جيرك ديلي سسبندد، يعني ايه سسبندد؟ تديك ريسبونس بعد بكره، تضبط كده بعد شويه بتقعد تديك ريسبونس، ديلايد ريسبونس، مفهومه؟ بتقعد تالف بقى مايوباثي طبعا في الاخر، يعني اذا الكلينيكال بيكشر انت هتحط تثبت العنوان وتتكلم عليها. الانفستيجيشنز والتريتمنت اعكس، يلا اعكس، اعمل ايه؟ الفري تي 3 وتي 4 قليلين وتي اس اتش، طب ممكن يبقى تي 3 وتي 4 قليلين وتي اس اتش برضه قليل؟ لو كان ثبت عنها بتفرق، لو كانت بتفرق مش كده؟ طيب هنعمل فول اب عن طريق تي اس اتش. هرمونال افكت، لو عملت لهم سي بي سي هتلاقي عندهم انيميا عشان المينوراجيا. لو عملت لهم سيرام كوليسترول هيبقى عالي. لو عملت اي سي جي هلاقي اسكيميك هارت. لو عملت ايكو هلاقي مشاكل في القلب اللي احنا بنقول. ماشي؟ عايز اصور الغده نفس الثلاث حاجات، ايستوبك سكان والترا ساوند، لو في ماس نعمل اسبيريشن. العلاج لابد ان انا ايه؟ اعالج السبب واعوض، لابد ان انا اعوض، اعوض ازاي؟ اعوض ازاي؟ ندي ثيروكسين. دي الصبح ولا بالليل؟ الصبح مش ده بتاع النشاط اكيد، ولا تدوله بالليل ينزل يلف في الشوارع يعني؟ هتدوله الصبح ولا ايه؟ انا دايما على غير الريق كمان، هتدوله الصبح ده بتاع النشاط والحيويه.
طيب الثايروكس لما تدوره بتابعه في اتابعه بالتي اس اتش، لما اظبط التي اس اتش يبقى الجرعه بتاعتي مظبوطه. لو الست تعرضت لانفكشن او تعرضت لبرد شديد تدخل في حاجه اسمها ميكسديمتاسكوما. الميكسديمتاسكوما ها بتبقى حاجه طبعا يعني ايمرجنسي وقاتله، تعمل طبعا تبدا تفوهها، تحط لها جلوكوز، تحطها في الرعايه، تبدا تعمل لها تدفيها وورمنج، واهم حاجه لازم في ثايروكسين بقى موجود انترافينس انفيوجن، تبدا تديها ثايروكسين كده بالتنقيط، هيجيب معاها نتيجه كويسه جدا. هنعمل بريك وبعدين ناخد بيتيوتري ان شاء الله تاخد مننا ساعه. نعمل بريك هنصلي والبيتيوتري ان شاء الله تخلص في ساعه. البيتيوتري فيها خمس اسئله كل سؤال هياخد 12 دقيقه. ماشي اتفضل.